ضيفه عليكم كده النهارده، وان شاء الله يعني يوسف يكون موجود ومنور بكره بالسلامه. لكن حلقات بدايه الاسبوع طول الوقت بتبقى حلقات مهمه ودسمه ومليانه اخبار وفعاليات. لكن الحقيقه رغم انه العالم كله مهتم ومشغول باخبار تخص الحرب، الغلا، الموجات الكبيرة من التغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى اللي من المتوقع، والكلام في العالم كله بيقول إنه حتى إن هدأت الأمور وهي ستهدأ إنه هتتغير الخريطة العالمية وخريطة موازين القوى والتحالفات الدولية. وقت ما كل الكلام المهم ده كمان بيدور في خط مستمر جدا في الأخبار طول الوقت، هتلاقيه بيتكلم عن المناخ وعن الاتفاقيات الدولية وعن التغيرات المناخية. هتلاقينا هنا في مصر والحديث طول الوقت، ومصر هي نجمة العام في الحديث عن التغيرات المناخية، لأنها بتستضيف واحد أو مش واحد من أهم، هو أهم المؤتمرات الدولية اللي بتقام كل سنة، وهو مؤتمر المناخ السنوي اللي الأمم المتحدة بتنظمه كل سنة فيما يخص تغيرات المناخ. هو اسمه كوب 27، هتسمعوا الكلمة دي كتير قوي، Climate Change Conference أو مؤتمر تغير المناخ السنوي. ده المؤتمر رقم 27 واللي هيقام في مصر. ليه بقى بنسمع كلام كتير قوي في وسط ما في بالنسبة لنا إحنا في حاجات أهم العالم يتكلم فيها؟ يعني أنتوا بتتكلموا دلوقتي على التغيرات المناخية ويبدو عند بعض الناس أن الكلام ده رفاهية، لكن الحقيقة العالم انتبه، ومش عايزة أقول فجأة، لأنه الاتفاقيات الدولية دي موجودة من 30 سنة 40 سنة، وقبلها بسنين طويلة العالم كله منتبه لفكرة التغيرات المناخية. هي إيه ببساطة؟ هي إيه؟ أنه العناصر اللي في الغلاف الجوي بتاعنا بتتغير بسبب التلوث أو الملوثات، بسبب الدول الصناعية الكبرى. ولما فتشوا كده في العالم لقوا أن الدول الصناعية الكبرى المتقدمة أكتر هي المسببة أو صاحبة النصيب الأكبر من مسببات التلوث في الغلاف الجوي وعناصر الغلاف الجوي. طب بيخصنا في إيه يا عم الكلام ده؟ وأنا برضو مالي، لأنه دي دايما فكرة الناس. العالم بقى ابتدى ينتبه في السنوات الأخيرة إن كل جهد ولو كان صغير ولو كان محدود ولو كان حتى من الدول النامية إنها ما تكونش جزء من المسببات أو التغيرات المناخية الكبيرة، ده هيفرق كتير جدا معانا في تكامل الجهود. والعالم كمان انتبه إنه الحكاية ما بقتش رفاهية، وإنه لازم تبقى فيه قرارات ملزمة. إحنا هنا بقى نيجي عند لقمة عيشنا وأكلنا، نقول إنه التغيرات المناخية ممكن تأثر على طبيعة البحار فما نلاقيش كل كنوز البحار الغذائية، ممكن تأثر على طبيعة الهواء فتلوث الأكل اللي بناكله. فلما الموضوع الكبير الواسع ده نزل لنا على الأرض بقى الشغل الشاغل لكل الناس. وهتلاقي إنه في تثقيف الطلبة حتى في المدارس في العالم كله كلام عن البيئة والحفاظ عن البيئة مش رفاهية. فعشان كده لما حد يقول لك من فضلك بقى في الحنفية، ده بالمناسبة ده كلام عن البيئة برضو، ابقى في الحنفية ما تسيبهاش كده مفتوحة، اعرف انه ده كلام يخص دورك انت كمواطن في المنظومة بتاعت العالم كله، ان احنا ترشيد الاستهلاك في كل حاجة. يخص كلام يخص عن الورق واستخدامنا الرهيب والعنيف للورق، وخصوصا طبعا يعني لو كان مجانا، لو كان بتاع الشغل مثلا. فالفكرة دي في العالم كله مستهجنة جدا، والناس تقول هو ازاي في حد بيعمل كده، ما ينفعش نعمل ده. والحديث عن البيئة زي ما اتفقنا، مصر هي في السنة دي على مدار السنة هي النجم الرئيس، لأنه مصر بتستضيف حدث عالمي كبير ومهم، وبتستعد ليه بصراحة بطريقة في غاية الاحتراف. الملف بيدار بحكمة شديدة على مستويات رفيعة جدا جدا، لأنه إحنا عارفين إن دورنا فاعل حتى ولو ما كانتش مصر من المسببات الرئيسية في التلوث العالمي، لكنها طول الوقت تحب تكون جزء من الحل. النهاردة بقى بذكر الكلام الكتير ده عن التغيرات المناخية، رئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيدة باتريشيا سبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. والاتفاقية الإطارية دي يعني اتفاقية واحدة من اللي بتحط الأطر العام، هي اتفاقية مضت عليها 195 دولة،
قالت انه ده خطه العمل يا جماعه بتاعته، اي دوله هتدخل معانا في الاتفاقيه هتبقى تاخد شهره في انها جزء من هذه الاتفاقيه، تحط اطر ازاي نحافظ على البيئه على مدار السنوات القادمه ونسلمها للاجيال اللي بعدنا. خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على تقدير مصر الشديد للتعاون مع الامم المتحده فيما يتعلق بقضيه تغير المناخ. تكلم عن تطلع حقيقي لتركيز التعاون والتنسيق وجهود منسقة لقمة المناخ العالمية كوب 27 القادمة في شرم الشيخ. الإطار العام اللي مصر بتوضحه طول الوقت البناء على ما تم إنجازه من نتائج في قمة جلاسكو الأخيرة، وده غالبا العنوان الكبير جدا في كوب 27 أو في قمة المناخ القادمة. من جانبها السيدة سبينوزا اتكلمت وأشادت بأنه مصر من أولى الدول النامية اللي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ واللي قدمت جهود وطنية حقيقية للاهتمام بملف البيئة. طب ليه هي من أولى الدول النامية؟ لأنه دايما الدول النامية لما بيجي الكلام عن البيئة زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، الدول المتقدمة هي مسببة للتلوث فاتصرفوا انتوا. دايما الدول النامية كانت بتعتقد في نفسها انها بره الحسبه دي، احنا ما عندناش صناعه ثقيله واحنا ما بنعملش تلوث، والتلوث اللي طالع من عندنا يعني لا يذكر فيه انه غير حاجه يعني في الغلاف الجوي. لكن مصر زي ما اتفقنا حتى ولو لم نكن جزءا من المشكله نحب نكون جزء من الحل، فمصر اتحركت في الملف ده من سنين طويله. مصر بتحركت في دعم التحول الأخضر من خلال بناء المدن الخضراء، التحول لوسائل النقل النظيف، السندات الخضراء. مصر كمان بتعتمد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وكتير من التفاصيل اللي مصر كانت حريصة عليها. ولما نتكلم عن الفكرة اللي مصر بتبنيها احنا هنفتكر طبعا او مصر بتقدمه هنقول انه مشروع من بان اللي سمعنا عنه من القريب لكنه بيعد اليه من سنوات طويلة، مشروعات كتيرة لتوليد الطاقة من الرياح دي كلها دورنا الفاعل. لو بس احنا وفرنا لنفسنا جزء من انتاج الطاقة من خلال مصادر طاقة نظيفة يبقى احنا بنوفر جزء كبير من العالم. لو حضرتك قررت كده وانت واقف بتاخد المرتب بتاعك من المكنة بتاعة البنك وقلت لا انا مش عايز ورقة مطبوعة ما انا قريت الرقم خلاص، يبقى انت بتساعد في الحفاظ على البيئة. لو انت قررت ما تطبعش الكلام اللي بيتقال في الشغل كده وخلاص، يبقى انت جزء من الحفاظ على البيئة. تاني، الموضوع كبير جدا جدا لكن تفاصيله تخص كل واحد فينا. بذكر التفاصيل بقى اللي تخص كل واحد فينا، احنا امبارح واعتقد انه على مدار الاسبوع والوقت اللي جاي هتسمعونا بنتكلم كتير او احنا كلنا مهتمين اكيد في الشارع وفي بيوتنا بنتكلم عن هو مصر بتعمل ايه في ملف الأغذية الأساسية او الزراعة بشكل عام. برضو ده ما كانش على أجندة اهتماماتنا ولا كنا بنسأل، احنا بنصحى الصبح نشتري العيش وناكل وننبسط ونلاقي فاكهة وخلاص والحياة ماشية يعني. الكلام الاستراتيجي ده ما كناش بنفكر فيه، بقينا بنفكر فيه من وقت ما بدأت أزمة الحرب وابتدينا نتكلم عن القمح وزي مصر كانت بتستعد وتحط أولويات مختلفة لزراعة محاصيل استراتيجية. عيش، سكر، رز، مكرونة، دي الحاجات الأساسية كده احنا اللي بنفكر فيها دايما. والسكر مصر واحنا صغيرين كده في المدارس كنا ندرس انه مصر وانتاج قصب السكر وبنجر السكر ونعرف الأماكن اللي بينتج فيها الحاجات دي. مصر كمان واحدة من خططها الاستراتيجية هي اننا نتوسع في زراعة قصب السكر. النهاردة بقى في خبر جميل جدا عن إنشاء أول محطة في مصر والشرق الأوسط لإنتاج شتلات قصب السكر في كوم أمبو. كوم أمبو دي برضو بالنسبة لنا تاريخ، يعني إحنا نقول إن كوم أمبو واحدة من المحافظات المشهورة جدا أو من المدن المشهورة جدا جدا بإنتاج قصب السكر، لكن الفكرة في تغير طريقة الزراعة واللي بيتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع.
مساحة المنطقة أو مساحة منطقة التصنيع 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة لكل موسم. التمويل من وزارة الزراعة ومن هيئة تنمية الصعيد. طيب إحنا عايزين نعمل إيه؟ إحنا عايزين نحقق اكتفاء ذاتي من إنتاج قصب السكر. طب إيه الفرق عن اللي فات؟ أو عن اللي كنا بندرسه وإحنا صغيرين في المدرسة أنه ده كان موجود وحاصل بطبيعة الحال؟ نفهم بقى التفاصيل من سيادة اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد. مساء الخير سيادة اللواء. مساء الخير دكتورة دينا، تحياتي لحضرتك وللقناة. أهلا بحضرتك. الأول بس اشرح لنا إنتاج شتلات قصب السكر إيه فرقها عن الإنتاج التقليدي اللي إحنا عارفين أنه هو بتشتهر به كومومبو؟ هو طبعا حضرتك زي ما ذكرتي هو اتجاه الدولة لتوفير الاكتفاء الذاتي لكل السلع الاستراتيجية وكل الزراعات الاستراتيجية، توجيهات من فخامة الرئيس. ويمكن النهاردة شهدنا بحضور السيد وزير الزراعة والسيد محافظ أسوان ورئيس مجلس إدارة مصنع قادر أحد المشروعات القومية اللي بتنفذ على أرض مصر بل في الشرق الأوسط، وهو تطوير زراعة قصب السكر. الزراعة في الأسلوب التقليدي أو الأسلوب النمطي كان بيتم زراعته بنظام العقل في الأرض، كان بيقوم بيها الفلاح اللي هو بيزرعها، كانت بتاخد مساحة كبيرة من الأرض، وكان إنتاجية الفدان إنتاجية يعني مش هنقول إنها جيدة، لكن تطوير الزراعة وتطوير أساليب الري وتطوير أسلوب زراعة قصب السكر أنشأنا هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة واللي بيقوم بتنفيذه مصنع قادر للصناعة. طيب المشروع عبارة عن تهيئة مناخ مناسب لزراعة شتلات قصب السكر، بمعنى أن دي حضانة بيتم نمو وتطوير الشتلات ثم بعد كده بيتم توزيعها على المزارعين لتزرعها في الأرض لزيادة الإنتاجية وتوفير مياه الري المستخدم في هذه الزراعة. كده مفهوم، عشان كده مسميينها حضراتكم محطة، إنها يعني أيوة مكان تمام. أولي أو حاضنة أولية لإنتاج الشتلات، حاضنة أولية لزراعة شتلات قصب السكر. ما كنت بحاول أفهم الفكرة، مش عارفة يعني حضرتك كده نورتني. بالظبط يعني زي ما حضرتك ذكرتي وبلغت حضرتك بيها إن إحنا هذه المحطة بتقوم بنمو الشتلات ثم بيتم توزيعها على المزارعين لزراعتها في الفدادين المخصصة لزراعة قصب السكر. طيب بعضنا سيادة اللواء بيفهم أكتر بالأرقام، يعني إحنا إنتاجنا من قصب السكر قد إيه؟ هدفنا من التحول ده في تقنيات الزراعة، والعظيم اللي حضرتك قلته إن التقنيات الحديثة للزراعة بتوفر مية وبتزود إنتاجية، فالاتنين اللي إحنا عاوزينهم جدا. حضرتك إحنا هذه المحطة بتنتج، ويمكن زي حضرتك ذكرتي على هي مقامة على 26 فدان، بتنتج 15 مليون 10 مليون شتلة، دي تكفي لزراعة 1500 فدان. النظام القديم ما كانش طبعا ان احنا نقدر نستطيع ان احنا نزرع ال 1500 فدان بال 10000 شتله، كان بيبقى اكتر معدل الزراعه ومعدل البذور ومعدل الزراعه كان بيقل عن ذلك بكتير جدا. طب احنا طورنا لما الزراعه استخدمت اسلوب تطوير الزراعه بنظام الشتلات، اصبح ان الفدان الضعف بيدي انتاجيه للضعف، وزي ما ذكرت لحضرتك ان ده بيرشد في مياه الري، بيقلل مياه الصرف الزراعي، بالاضافه ان احنا بنستخدم طرق حديثه لنمو الزراعات، ودي من احد الطرق الحديثه في على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم والشرق الاوسط. وبعدين حضرتك هو المشروع ده كمان يعني بالاضافه للمشروع ده هو بيحقق هدفين رئيسيين، يعني الهدف الاولاني طبعا ان هو بيحقق تنميه مستدامه في هذا المجال لزراعه القصب، بالاضافه طبعا ان هو بيوفر فرص عمل سواء كان في الفتره الحضانه او فتره الزراعه لاهالينا في الصعيد، وبالاضافه الى دعم الاقتصاد
القومي في هذا المجال. بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء، لأنه مش بس في الحديث عن الزراعة وملف الزراعة واحد من أهم الملفات الخطيرة جدا، لكن من أجل ملف تنمية الصعيد بشكل عام، لأنه أي حد فينا سواء من أهل الصعيد أو من سكان الصعيد أو غيرها، بالنسبة لهم ملف تنمية الصعيد ده حاجة طال انتظارها، وفعلا خالص تقديرنا لكل الجهود المبذولة فيها. بشكرك شكرا جزيلا. طيب، احنا عارفين انه الاهلي والزمالك واللقاءات التي لا تتوقف والاحباطات التي لا تتوقف برضو من بعض اللاعبين ومن بعض من اداء بعض اللاعبين وبعض المشجعين يعني، لكن الاهلي والزمالك بيعقدان موقفهما في دوري ابطال بيعقدان عفوا عقدوا الموقف ليه؟ لانه النهارده الاهلي خسر بهدف نظيف امام سان داونز الجنوب افريقي، وامبارح الزمالك كانت فيه خساره واضح انها كانت محبطه جدا للمشجعين امام الوداد المغربي بنفس النتيجه. الاهلي عنده 4 نقاط، الزمالك عنده 2. احنا عارفين انه مشجعي الاهلي والزمالك مش في احسن حالاتهم اليومين دول، فخلونا نفهم ليه الموقف اتعقد وليه الحكايه بتتغير بشكل درامي كده من الناقد الاستاذ احمد درويش الناقد الرياضي. اهلا بيك. اهلا بك يا دكتوره ديما، اهلا بكل مشاهدينك وكل مستمعينك. طيب، طبعا بطوله افريقيا واحده من البطولات العزيزه جدا على كلا الفرقتين، ليه بقى احنا شايفين انه في اداء كده ما هواش موفق او ما هواش قدر توقعات المشجعين، وايه التاثير لهذه الهزائم على فرص الفوز؟ بالتاكيد طبعا الزمالك النهارده ودع بطوله دوري ابطال افريقيا رسميا بعد فوز بيترو اتلتيكو على فريق سجرادا. كده الزمالك عنده 2 وما عندوش اي حظوظ، بقى يودع البطوله رسميا بخسارته من الوداد المغربي، يعني كده خلاص بيترو اتلتيكو 10 والوداد 9، والزمالك كده فاضل ماتشين تحصيل حاصل لا قيمه لهم، وبالتالي الزمالك كده اول واحد من الفرق المصريه ودع المنافسات بشكل رسمي. باقي الاهلي عقد موقفه وصعب موقفه شويه، لكن الاهلي موقفه مختلف شويه عن الزمالك، الاهلي انه جمع 4 نقط وكمان الاثنين اللي بينافسوه الهلال السوداني والمريخ السوداني كل واحد فيهم عنده 4 نقط، لكن ميزه الاهلي فرص الاهلي اقوى ليه؟ لان الاهلي هيلعب الماتشين الجايين مع المريخ ومع الهلال السوداني هنا في مصر على ملعب الاهلي والسلام، وبالتالي الاهلي في حال الفوز في الماتشين يصعد مباشره. وكمان الاهلي ممكن يعني ليه حسبه ثانيه، ممكن ب8 نقط يصعد وممكن ب6 نقط يصعد، لان الفرقتين هيلعبوا برضو فريق سان داونز، وبالتالي الاهلي عنده فرص قويه وحظوظ قويه للصعود. لكن اللي مزعل جماهير الاهلي ان في تباين وفي اختلاف في مستوى الاهلي، يعني مش معقول الاهلي يكسب بيراميدز 3-0 وبعد كده يروح يخسر من سان داونز 1-0 وقبل كده خسران على ملعبه من سان داونز بنفس النتيجه، وبالتالي جمهور الاهلي ما تعودش ان الاهلي حامل لقب في اخر نسختين انه يخسر ذهابا وايابا، وبالتالي من نفس حاجه مش معتاده ومن نفس الفريق حاجه مش معتاده، وبالتالي هناك غضب اهلاوي طبعا من جماهير النادي الاهلي. لكن موقف الاهلي نسبيا افضل او على ارض الواقع هو افضل بكثير من الزمالك اللي ودع البطوله بهزيمته على ارضه من الوداد المغربي امبارح. إذا يعني التداعيات يا دكتوره دينا، التداعيات ايه بقى؟ ان احنا الاهلي والزمالك هم قوام منتخب مصر، وبالتالي احنا عندنا ماتشين في قمه الخطوره امام السنغال 25 و29 في المرحله الاخيره والختاميه من تصفيات كاس العالم، يعني ماتشين يعني حضرتك تقصد انه الاداء المتواضع لكلا الفرقتين محبط كمان في توقعاتنا لاداء المنتخب؟ بالتاكيد حضرتك ده قوام منتخب مصر، يعني لما تشوف لعيبه الاهلي والزمالك اللي بيمثلوا 70% من قوام منتخب مصر بهذا الشكل وبهذا السوء، لازم نحط ايدينا على قلبنا، ولازم مستر كيروش وجهازه معاون يحط ايديهم اكتر على قلبهم، خايفين خصوصا ان انت النهارده برضه عندك خبر مش لطيف، اصابه محمد صلاح وخروجه في الدقيقه 63 في ماتش ليفربول امام برايتون، وبالتالي كل الظروف مش لطيفه، هزيمه الاهلي والزمالك، اصابه صلاح مش عارفين موقفها ايه حتى الان. طب احنا عايزين نسال حضرتك عن محمد صلاح بقى تحديدا، مش بس عن اداء المنتخب، النجم محمد صلاح بالنسبه لنا وقصه بقائه
أو رحيله عن ليفربول وكأنها تخص كل واحد فينا. لو بقى فإحنا هنبقى حاسين بانتصار صلاح في المفاوضات، ولو رحل في حاجة عاطفية كده من صعود صلاح الشديد. قول لي بقى تفسيرك للتصريحات اللي رايحة جاية من يورجن كلوب ومن رامي فارس الوكيل محمد صلاح، عفوا رامي عباس وكيل محمد صلاح، وقول لي كده تفسيرك للتصريحات اللي رايحة جاية انه يورجن كلوب بيقول انه احنا ليفربول قدم اخر ما عنده لصلاح، ووكيل صلاح لما بيرد بحاجات مبهمة كده على تويتر. اشرح لنا بس الكواليس. طيب نشرح للناس الموقف ايه عشان تبقى الناس عايشه معاك القصه وفاهمين الموقف ايه. هو قبل مباراه ليفربول وبرايتون سئل يورجن كلوب عن اذا ما كان النادي ممكن يقدم المزيد لمحمد صلاح عشان يعملوا عقد جديد. الراجل المدير الفني قال ان ليفربول عمل ما بوسعه انه يحتفظ بمحمد صلاح، والكوره الان او الموضوع الان في ايد محمد صلاح. الكلام ده طبعا بس هو قال برضه عشان نبقى منصفين، قال مفيش اي اسباب تدعو للقلق في هذا الموضوع، يعني بالنص الواحد يعني. الكلام ما عجبش رامي عباس او استفز رامي عباس، او كلمات كلوب ما عجبتش رامي عباس وكيل او مدير اعمال محمد. رد بسرعه بتويتر او بسخريه كده ايموشنات ضحك دون اي تعليل. طبعا ده مش هيمر مرور الكرام، لان الصحافه الانجليزيه والاعلام الانجليزي لما بيشن الحرب او لما بيدخل جيم توتر يعني. في صحفي مهم جدا اسمه رومانو. رومانو ده خبير انتقالات في لاعبين في اوروبا كلها مش في انجلترا بس، ده اهم صحفي بيغطي الانتقالات في اوروبا، فصحفي موثوق منه يعني. قال ان محمد صلاح عايز يقعد او غيرته انه يقعد في ليفربول بس مع تحقيق شروطه. ان بالوضع ده محمد صلاح ممكن ما يقعدش. محمد صلاح بياخد كام يا ست الكل؟ بياخد 200,000 جنيه استرليني اسبوعيا، وعاوز 450 او طلب. نقول ليه؟ محمد صلاح ترتيبه هو رقم 15 في اعلى اجرا في انجلترا، بعد لعيبه ما حققتش ربع ما يقدمه محمد صلاح مع ليفربول او غير ليفربول. يعني لو تقول ان القايمه تبدا بكريستيانو 510 وتنتهي بلعيبه مستواها لا يتناسب مع ما يقدمه محمد صلاح، بياخدوا اضعاف محمد صلاح، وبالتالي الرقم اللي طالبه محمد صلاح وفقا لان هو لاعب بقاله 5 سنين في ليفربول، واخد الهداف مرتين، واخد احسن لاعب في انجلترا، وحقق معاهم دوري، وحقق معاهم بطوله دوري ابطال اوروبا، وبعدين محافظ على نفسه كل سنه بيجيب اكتر من 20 هدف. ويعني حضرتك من المؤيدين لنظريه انه ادائك هو اللي بيحتم اجرك، والحديث عن الاجر ما هوش كلام مادي بس، لكنه في جزء من تقدير. قيمه التسويقيه محمد صلاح ارتفعت مع نمو ونضوج محمد صلاح ويقدم مستويات. فرقم 400,000 استرليني اللي هو طالبه محمد صلاح رقم منطقي جدا. طيب بالنسبه لظروف السوق حاليا، طيب بالنسبه لظروف ليفربول كنادي، هل ده رقم منطقي؟ انا اعتقد ان 400,000 استرليني ليفربول مش هيقدر يقدمهم محمد صلاح في الفتره الجايه. وانا اعتقد ان الموسم محمد صلاح طبعا عقده بينتهي نهايه السنه الجايه مش السنه دي. انا اعتقد ان محمد صلاح مستقبله مع ليفربول مش هيكون الطف حاجه، او هيعيش اخر سنه ليه مع ليفربول يا نهايه السنه دي اذا كان في عرض نادي يقدم يشتري محمد ليفربول من ليفربول زي باريس سان جيرمان مثلا، او مانشستر سيتي زي ما يقال في خفاء او في الكواليس، او محمد استنى لحد ما عقده ينتهي السنه الجايه. وانا ما اعتقدش ان ليفربول لو ما نجحش انه يجدد محمد هذا الموسم، اعتقد ان محمد هيرحل في مطلع الموسم الجديد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويبقى يعني ابننا يعمل اللي هو عاوزه، احنا 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 معاه في قراره ايا كان. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الاستاذ احمد درويش. وتاني المتابعه للمفاوضات وطريقه التفاوض طول الوقت، ارجوكم ما تاخدناش لفكره شوف بياخدوا كام، لانه في بعض الناس بتختزل الحكايه كلها، ويعني هو مش مكفي كذا، يعني الحكايه مش كده خالص. لان انا ساعات الواحد بيقعد يسمع طرق من او انماط من التفكير غريبه، لكن زي ما استاذ احمد قال وزي ما المنطق بيقول وزي ما مقاييس السوق بتقول، ادائك هو اللي بيحدد سعرك وقيمتك. محمد صلاح قبل ما يتفاوض على الرقم الرهيب
اشتغل واجتهد وعمل هذا او هذه المعجزه الكرويه اللي اسمها محمد صلاح. فخلوا بقى قصه محمد صلاح زي ما احنا كده بنستلهم منها حاجات كتير، خلوها تبقى هي طريقه التفاوض. لسه امبارح في الحلقه كنا بنقول اشتغل كويس واطلب مرتب اكتر، اشتغل كويس واعمل شغل كويس قوي للمؤسسه اللي انت بتشتغل فيها واطلب حقك في وقت غلا وزياده اسعار. ده منطق طبيعي جدا للامور، لكن من غير بقى ما اشتغل كويس، من غير ما اعمل احسن ما عندي، من غير ما اتطور جدا جدا، يبقى الكلام والحديث عن الفلوس كلام مادي بحت زي ما احنا احيانا بنفسرها. برضه يبقى محمد صلاح ابننا يعمل اللي هو عاوزه. بعد الفاصل هنكمل كلامنا، نكمل مع حضراتكم التاسعة. مساءكم خير. في حاجة جميل جدا ان احنا نعرفها ونعرف انها بتحصل، هي بتحصل يعني سواء احنا عرفنا او ما عرفناش، هي بتحصل. انه كل الشركات الكبيرة، كل البنوك، كل المؤسسات الكبرى بتعمل او في جزء من ارباحها اللي احنا طول الوقت نقعد نركز برضو فيها كده ونقول بص بيكسبوا قد ايه ومش عارف، هم بيكسبوا كويس ودي حاجه كويسه، بيدفعوا ضرائب كويسه ودي حاجه كويسه. لكن بقى الحاجه المهمه جدا ان كل شركه او مؤسسه او بنك او منظومه او اي حاجه بتشتغل في مصر عندها جزء كده او قسم اسمه الخدمات او التنميه المجتمعيه. التنمية المجتمعية دي واحدة من أهم الأقسام في أي شركة كبير، والشغل الكبير اللي بيحصل في مبادرات التنمية المجتمعية لما نعرف تفاصيله مرعب، مرعب بالمعنى الحلو، لأنه مبهج، لأنه كل مؤسسة من دول شايلة على كتفها حمل كده أو مشغولة بموضوع معين. جت بقى مبادرة حياة كريمة عملت حاجة أعظم وألطف، قالت انه طب المجهودات المتفرقه بتاعتنا دي، كل واحد فينا بيشتغل في حته، طب ما تيجوا نجمع الجهود دي، طب ما تيجوا نتفق انه اشتغل انت ابني مدرسه، وانت اعمل عمليات، وانت اعمل تمكين للشباب، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، خدمه مجتمعيه للناس، جزء من ارباح الشركات بتروح في ده، لكن تعالوا نشتغل كمان كلنا تحت مظله حياه كريمه، وطبعا الجهود المتجمعه تعمل نتائج اكبر فنحس بيها اكتر. ليه احنا ما بنسمعش كتير عن السي اس ار؟ ما بنسمعش عنه او الخدمه المجتمعيه للشركات، لانه اللي بيسمع عنه اللي بيستفيد بيه بس، لكن حياه كريمه جت هي المظله الاكبر. عشان كده بقى الخبر اللي جاي هو بيقول لك قد ايه توحيد الجهود والشغل مع بعض ممكن يخلي المبادرات اقوى واكثر تاثيرا، وتبقى بقى على مستوى اتفاقيات الوزارات تدعم الشغل على الارض، يبقى مباشر ويبقى في محافظات كتير زي ما حصل في مؤتمر او ملتقى المسؤوليه المجتمعيه والتنميه المستدامه ال 12 المقام في محافظه الاقصر. وزارة التضامن كانت حاضرة بقوة كعادتها، وشهدت إطلاق مبادرة أطفال مصر مستقبل مصر، والمبادرة هدفها مكافحة أمراض العيون بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير. المبادرة هدفها عظيم جدا، وزي ما بقول لحضراتكم كده بتوحيد الجهود، إنه تحسين جودة الحياة لطلاب المدارس في المرحلة الابتدائية والإعدادية في نطاق جغرافي ممتد. أقدر أنا لو لوحدي كمؤسسة أشتغل في محافظة واحدة، النطاق الجغرافي الواسع ده يحتاج أنه مؤسسات كتير تشتغل مع بعض. المبادرة برضو عايزة تعمل إيه أو الأهداف بتاعتها؟ توفير الخدمات الطبية الأكثر أهمية لعدد حوالي 22 ألف طالب. نفهم تفاصيل أكتر وتفاصيل للشراكات واللي حصل والاتفاقية ودور وزارة التضامن ودعمها من دكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وهي طبعا المؤسسة القائمة على هذه المبادرة. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. حضرتك احنا متابعين أخبار المؤتمر الجميل وشايفين أن أنتوا عاملين شغل كبير يعني. الحمد لله. انا بس عايز يمكن اكمل على كلام حضرتك، يمكن منذ اطلاق مبادره حياه كريمه اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، هو ابتدى فعلا الجهود كلها يبقى في تشبيك ما بيننا، سواء القطاع الحكومي او القطاع الاهلي والقطاع الخاص. انا بسمي الثلاثه دول لما بداوا يتعاونوا مع بعض هو المثلث الذهبي. طبعا المثلث الذهبي ده لما بدا يتعاون ابتدينا نشوف فعلا حاجات بتحصل على الارض ما كانتش بتحصل قبل كده، حاجات فعلا كبيره جدا وعظيمه يعني.
عشان ما اطولش على حضرتك، يمكن الحمد لله المبادره دي في برضه تعاون فعلا ما بين الثلاث قطاعات. يمكن احنا المبادره لمصر برعايه وزاره التضامن ووزاره الصحه ووزاره التربيه والتعليم، اللي احنا بنشكرهم جدا على ثقتهم وتعاونهم مع صناع خير. ومعانا كمان مؤسسه البنك التجاري الدولي اللي هي الراعي للمبادره. واحنا كصناع الخير بننزل حاليا 42 مدرسه في مركز الوقف في محافظه قنا، بنكشف على اطفالنا عيون وانيميا وسكر وجلديه وصدر وقلب وكل التخصصات. مش بنكشف وبس، بنكشف وبنعمل عمليات وبنقدم نظارات وادويه على اعلى مستوى. معانا فريق طبي كامل، معانا مستشفى جنوب الوادي باطبائها كلهم. عملنا تدريب للاطباء دول عن طريق علماء متخصصين في كل واحد في مجاله. احنا عملنا فريق استشاري طبي كبير قبل اطلاق المبادره. معانا كمان بنعمل توعيه كمان للامهات والاولاد عشان نقول لهم ازاي يراعوا اولادهم، سواء في الموضوع بالذات الانيميا، لان احنا شايفين ان في شويه انيميا يعني بدات تزيد شويه في اطفالنا. برضو يا دكتور، الأنيميا اللي بعض الناس بتستهين بيها، ممكن حضرتك تقول بسرعة كده تقول لنا إزاي بتأثر على الطفل ده في باقي حياته؟ طيب يمكن احنا برضو عشان قبل كده اشتغلنا في مدارس، احنا طبعا واخدين مدارس ابتدائي واعدادي حاليا الفترة دي، بنكشف على 42 مدرسة بحوالي 20,000 طالب حاليا. طبعا بتأثر عليهم في التركيز، ويمكن بيحصل هنا تنمر حتى ساعات، ان الولد هو مش غبي ولا حاجه، بيتقال له انت غبي فبيبدا ان هو يتغيب عن المدرسه ومش عايز يروح. هو مش غبي، هو كل الحكايه محتاج يتغذى مظبوط او ياخد الدواء المظبوط، وعلى طول حاسس بارهاق مستمر وتعبان على طول. بالظبط، هو مش قادر. ففعلا لما ابتدينا ان احنا ننزل ونعمل التحاليل وندي له الادويه المظبوطه، واحنا جايبين دواء يمكن دواء امريكي حاجه كويسه جدا للاطفال، لما بدأنا نديله الدواء ده ونتابعه كمان بعديها بشهر وبنعمله تحليل تاني، ابتدى نحس ان المستوى بدأ يرجع تاني، هو تركيزه بدأ يبقى كويس، بدأ يرجع المدرسة، ودي بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا. فطبعا ده كمؤسسة صناع خير او اي مجتمع اهلي، هو دوره انه، وانا كصناع خير كمان مهتم جدا بقطاع الصحة، سواء في مجال العيون قبل كده او مجال قرن سكري او حتى في مجال صحة اطفالنا. يعني أنا بشكرك دكتور هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير والقائمة على مبادرة لعلاج أطفالنا. زي ما بقول لحضراتكم، جهود التنمية كلها جهود عظيمة. لو حد قرر إنه يعمل تنمية في الشارع بتاعهم، دي جهود عظيمة. وبالمناسبة ده بيحصل، في ناس بتعمل على قد ما بتقدر. أنا هعمل التنمية بتاعتي إن أنا هرصف الشارع، التنمية عندنا إن أنا هجمع شباب القرية دي يعملوا كذا، التنمية إن أنا هبني مدرسة، التنمية إن أنا هعالج 22,000 طالب، كل دي جهود تنمية. عشان كده من ضمن أهم نجاحات مؤسسة حياة كريمة هي فكرة المظلة، فكرة التنسيق، وفكرة إنه في هدر فلوس ووقت كان بيحصل بسبب إنه كل واحد فينا بيشتغل لوحده، كل واحد فينا بيدور على الموافقات والشراكات لوحده، لكن لما بنبقى مع بعض يحصل التغيير اللي احنا بنسمع عنه ده. بذكر بقى محاولات التكاتف، احنا في وقت غلا ومحدش يقدر ينكره، فجهود تنظيم المعارض بتلقى قبول ورواج واهتمام حقيقي. محافظة البحيرة بتنظم معرض صنع في مصر بأسعار مناسبة لتشجيع، أولا لدعم الناس اللي بتشتري، وكمان لتشجيع المنتج المحلي. دكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ومؤسس معرض صنع في مصر في البحيرة، مساء الخير على حضرتك. مساء النور، ازاي حضرتك؟ واهلا بالسادة المشاهدين كمان. الاول، المعارض اللي بتقام بالتأكيد، والوقت دلوقتي مثالي ان احنا نسأل حضرتك، انه قبل شهر رمضان ونوبة الغلاء او موجة الغلاء اللي الناس كلها بتعاني منها، قولي لي التنسيق للمعارض دي بيحصل قبلها بقد ايه؟ وهل هي بتقام بشكل دوري ولا هو معرض طارئ كده من اجل استقبال شهر رمضان؟ اولا انا بشكر حضرتك على يعني اهتمامك بالصناعه المصريه وباهتمامك بعوده الاقتصاد المحلي كمان. ويمكن المعارض دي بتبقى فرصه لكل المشروعات الصغيره والمتوسطه، بغض النظر عن المنتجات الغذائيه اللي بتتعمل كل سنه قبل رمضان كاهلا رمضان. احنا برعايه السيد المحافظ هشام امنه محافظ البحيره،
راينا ان احنا ندعم سيدات مصر في شهر المراه، وكل سنه وحضرتك طيبه وحضرتك بألف خير، ونقدم فرصه للمنتجات والمنتجين ايضا من الرجال اللي اصحاب الحرف اليدويه البسيطه اللي ما عندهمش معارض او اماكن ويبيعوا حاجتهم، ممكن يكون اونلاين او حتى في المناسبات القليله، ان هم يعرضوا منتجاتهم اولا بمناسبه عيد الام و يعني اليوم العالمي للمراه، وكمان في دخول رمضان. يعني هي للمنتجات الحرفية اليدوية ولا أي حاجة تصنع في مصر؟ هي الحقيقة كل حاجة تصنع في مصر، ولكن حضرتك هتفاجئي لو شرفتونا يعني بالتغطية إن معظم المنتجات معمولة يدويا، يعني ده معظم، لكن طبعا احنا فخورين جدا ان عندنا على سبيل المثال منتجات زي الصواني يعني الاواني الطهي برضو مصريه 100%، عندنا طبعا منتجات موبيليات او يعني انواع اخشاب برضو كلها محليه الصنع، فضلا عن الملابس الزهور والناس اللي بتحب تعمل المشاتل زي الصبار والنعناع وبرضو المأكولات موجودة معانا، التمر. احكي لي عن الإقبال بقى يدوي مصرية. عايز حضرتك بقى تحكي لنا عن الإقبال وعن الإنفاق. يعني أخبار الناس مقبلة على الكلام ده ولا كله بيحوش فلوسه رمضان دلوقتي؟ احنا الافتتاح ان شاء الله غدا اول يوم، لكن النهارده عملنا زي سوفت اوبننج. الناس مقبله جدا، الاسعار يعني في متناول الجميع تماما، هم سعداء ان في اسعار كده، متفاجئين الصراحه ان في ظل موجه من يعني بعض الارتفاع في بعض الاسعار لسه في اسعار كويسه وقليله كده، ويقدروا يشتروا براحتهم من غير ما زي ما حضرتك بتقولي يتزنقوا او حاجه بعد الشر يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نبقى في تغطيه ونتابع ونشوف كل جهود خدمه الناس، لانه احنا دولة طول الوقت بتخدم الخدمات الكبيرة جدا، والناس بتهتم باللي بيوصلني في إيدي من هذه الخدمات أو هذا الدعم. دكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ومؤسس معرض صنع في مصر بالبحيرة، وأشكرك شكرا جزيلا. زي ما دكتورة نهال كانت بتقول كده، ده شهر المرأة، وإحنا يعني بناخد راحتنا قوي في شهر مارس كده وننبسط من أوله لآخره. يعني كنا زمان بنحتفل بس بعيد الأم، بس الأول ما انتبهنا إنه في حاجة اسمها اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، فخدنا بقى فتحنا 8 مارس على 21 مارس وبقينا بنستمتع بالشهر كله. السنة دي في اهتمام حقيقي بسيدات وبالمرأة، وهو حاصل طبعا من زمان، وبنفتكر كلنا كده كلمة الرئيس لما كان بيقول أنا وزير المرأة، يعني إنه اهتمام سيادة الرئيس بالمرأة ودعمها ودورها وتمكينها الحقيقي على الأرض في كل حاجة واضح جدا. السنة دي بقى في اليوم أو الاحتفال اللي قامت به السيدة انتصار السيسي، كان في حضور واضح لوجوه جديدة، وجوه حلوة، وجوه قدمت يعني لمسات حلوة ورقيقة وجميلة، فكان واجب علينا ندور ونفتش مين الناس الحلوة دي اللي اتكرمت، وإيه القصة اللي ورا كل واحدة من أصحاب النجاحات. بالمناسبة الصفوف اللي حضراتكم شايفينها دي كانت مليانة، والأمورة اللي حضراتكم شايفينها دي هتكون معانا بعد الفاصل إن شاء الله، نكمل كلامنا في التاسعة. مساءكم خير. زي ما اتفقنا انه احنا اتفقنا؟ لا احنا ما اتفقناش، هنتفق دلوقتي. في حياتنا اليومية احنا بنشوف سيدات بطلات، كل واحدة شايلة قصتها على كتفها وبتتحرك في اليوم بمنتهى السلاسة والقوة واللياقة، واحنا ما نعرفش حكايتها. وفي العادي الست اللي بنشوفها وبنقابلها في الشارع أو في مؤسسة أو في مدرسة أو بتاخد ولادها حتى من المدرسة، كل واحدة فيهم صاحبة حكاية. عشان كده طول الوقت لما بنأكد أنه كل ست بطلة، وهي بطلة قصتها الخاصة، ولما بنتكلم مع أو عن نماذج ملهمة، فإحنا بنتكلم عن أي حد فينا عمل فكرة حلوة ساعدت في أنها تلهم شخص تاني. السنة دي كان العنوان اللي فرق معايا أنا شخصيا، يعني يمكن في احتفال يوم المرأة المصرية اللي دعت لي قرينة السيد الرئيس السيدة انتصار السيسي، هي الفكرة دي،
هي فكرة ان انت مش لازم او مش محتاج تعمل حاجة العالم كله يشوفها عشان نقول لك او نقول لك ان انت عظيمة ومقدرة، ومش محتاج اغير الكون كله، لكن انا محتاج اغير الدايرة الصغيرة اللي انا مسؤولة عنها. وده يمكن العنوان الكبير اللي كان تاج كده على راس كتير من المكرمات. شفنا انه ناس صاحبات تأثير وعملوا حاجات حلوة وجميلة وتقدروا من الدولة، ودي كانت الرسالة الأكبر. احنا النهاردة مبسوطين جدا انه معانا ديانا سعد جرجس، الشابة الجميلة الحلوة اللي كنت بقول لكم عليها قبل الفاصل. اهلا بيكي ديانا. ازيك يا دينا. ولستة امل الزناتي، السيدة الجميلة المكافحة اللي مش عارفه بقى اقول ايه، بتشتغل في مجال ما حصلش، يعني مجال يحتكره الرجال زي ما بيقولوا. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا استاذ امل. اهلا بيكي حبيبتي. ابدا معاكي بقى يا استاذ امل، اتفضلي. بتشتغلي في ايه بقى؟ اصدمي الناس كده. انا بشتغل في قطع غيار الجرات الزراعيه، واعتبر ان انا اول واحده على مستوى الجمهوريه او العالم كله بشتغل في قطع غيار الجرات الزراعيه. وبعدين بروح الورشه او كده عشان ان انا استفيد من شغلي، ان انا اعرف القطع دي بتركب فين او بتحط فين، او البليه دي او المسمار ده، ابقى فاهمه لما يجي لي حد. عندك خبره في الميكانيكا كمان. ايوه. ايه اللي وداكي هناك؟ يعني دايما دخلنا المجال. ايوه طبعا. ايه اللي وداكي عند الجرارات الزراعيه؟ يعني ممكن نقول طيب كنت بتحبي الحاجات دي، بتفرجي عليها، ايه اللي حصل؟ لا، هي وراثه اولا عن والدي. فانا حبيت ان انا يعني ايه اظهر، اعمل نفسي ان انا بقى حاجه مميزه. حاجه يعني ايه، ان ما يبقاش الانسان العادي مش ما اشتغلهاش، انا اشتغلها. حبيت ان انا اظهر ان انا مش اقل من اي حد عادي يعني. وقدرتي والحمد لله، وبقيتي اكتر من اي حد طبعا. ديانا الشابه الفرفوشه، ديانا يا جماعه البنوته الفرفوشه الجميله اللي طول الوقت مبهجه ومبسوطه ومعجونة فن كده. انت بتحبي الفن والمسرح من سنين طويلة مش كده؟ ده حقيقي. احكي لي بقى عملتي ايه او اتكرمتي عن ايه؟ احكي للناس. انا كنت شغالة في مجال التنمية مع الاشخاص ذوي الاعاقة حوالي 3 سنين ونص مع مؤسسات مختلفة. كانت مهتمة بمجال التعليم ومجال الشغل اكتر في بداية قانون 5% وان هم ليهم الحق ان هم يشتغلوا. في نفس الوقت مع الشغل ده انا كان من وانا صغيره، من وانا في ابتدائي وهما بيسيبوني على المسرح ويمشوا. فكنت من وانا صغيره وانا بمثل حتى مسرحيات في المدرسه وامثلها مع نفسي واقف على المسرح. واشتركت اخر حاجه في ابدا حلمك وحاجات كتير ليها علاقه بالمسرح. ففي يوم وانا بحضر التدريبات مع الاشخاص ذوي الاعاقه، بنت من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه حكت انها قبل التمييز وهي بتحاول تدخل مسرح الجامعه. وانا كنت في نفس الوقت ده برضو بمثل ويعني. فاستفزني بصراحه، استفزتني القصه وقلت طب ليه يعني. جه في دماغي سؤال، هو ليه الورش حتى اللي انا باخدها او ليه المسرح مش بيبقى مهيئ، مش بس لاستقبالهم ان هم يتفرجوا على مسرحيه، لا ان المسرح يبقى مهيئ ان هم يطلعوا يعبروا يعني، وانه يطلعوا من غير ما حد يساعدهم، هم ليهم الحق في ده. وكمان احنا محتاجين المخزون بتاعهم، لان ده كمان هيأثر على الدراما وان هي تشوف الشخصيات. ما هو الواقع هيتنقل ازاي وهم مش موجود، هم مش موجودين معانا. بالتالي كمان اللي فكرت فيه انه انا مش عايزه اعمل حاجه اعزلهم عن المجتمع، او عن ان انا اعمل مثلا مسرحيه خاصه بيهم. مسرحيه بس لذوي الاعاقه، لكن ما انا ما حلتش المشكله بالظبط. ففكرت انه ليه الورشه او العرض انه ما يبقاش دامج، يبقى انكلوجن في كل الناس. فمن هنا جت فكره اول ورشه يعني. ده الصور الحلوه بتاعه العرض بتاعك. اسم المؤسسه او المبادره بتاعتك عجبني قوي، شجره توت، بس انا مش عارفه ليه، فهميني. هو كان اكتر حاجه مضايقانا في الموضوع ان هم بيهتموا بيهم بس في مناسبه معينه، يعني ممكن نشوف عرض في اليوم العالمي لاشخاص ذوي الاعاقه، وده طبعا مجهود حلو جدا طبعا يقدر، بس اللي هو ليه مش على طول؟ ليه مش طول السنه؟ ليه الورش مش مستمره؟ ليه ما اشوفش عروض كتير دامجه ليهم؟ فزي ما كان نفسنا نشوفهم طول السنه، زي كده شبهناهم بالتوت بما انه بيطلع في فصل الربيع وهو ليه الوان مختلفه ومبهج واحنا بنحبه جدا ولذيذ، فسميناها شجره توت عشان احنا نفسنا نشوف التوت طول السنه زي ما نفسنا نشوفهم طول السنه، وزي ما هو حاجه نادره وحلوه بالظبط بنحبها. انا فرحانه باللي انت عملتيه قوي قوي يعني. احنا لازم بقى يعني بما ان الحماس هياخدنا او هياخد اي بنت او ست بتتفرج تقول يعني انا ممكن يجي يوم واتكرم من السيده الاولى زي امل وزي ديانا،
ده السؤال بقى، عشان نرجع بقى نفتش في الحكايه، الناس دي احنا عرفناهم ازاي وازاي وقفوا في المكان المشرف ده وبقوا نموذج حلو كده؟ بعد الفاصل نكمل كلام. أمل الزناتي أحمد وهي إحدى النماذج النسائية الملهمة والتي تجسد صورة جديدة من صور الكفاح التي يسطرها دوماً ذوي الهمم، فقد قهرت الظروف واتجهت للعمل في مهنة صيانة الجرارات التي تشق على الكثير من الرجال وحققت فيها نجاحاً لافتاً. استاذه امل بقى واحنا بنتفرج على الفيديو قالت لي وانا اتلخبطت وما خدتش حتى الدرع من السيده نصر. كنت مبسوطه قوي. احكي لنا بقى عن اللحظه الحلوه دي. لا انا كنت مش مصدقه بصراحه ان هم ان انا يعني الساده الرئيس ان هو ان انا اوصل لحاجه زي كده. كنتش متخيله بصراحه، كنت في قمه السعاده والفرح ان انا اوصل لحاجه زي كده. اصلا احكي للناس ازاي جات لك المكالمه انهم يقولوا لك يا استاذه امل تعالي انت هتتكرمي من السيده انتصار السيسي. انا كنت بعمل شويه فحوصات طبيه كده، فمضربين عليا وانا في وانت في المركز يعني بتعملي التحاليل. فقام جايب الخبر، انا ما بقتش عارفه انا رايحه فين وجايه فين. بس كنت في قمه السعاده بصراحه يعني ان انا عرفوكي ازاي يا استاذه امل؟ دي حاجه مهمه قوي، يعني ازاي احنا محتاجين نفهم ازاي قصص النجاح دي بتوصل انها تتعرف، وازاي كمان لو انا اعرف حد حلو زي كده ارشحه. مين اللي كلمك؟ المكتب بتاع المرأة. ما اعرفش مين اللي رشحها. ما اعرفش. ما تعرفيش؟ والله ما اعرف بجد. والله ما اعرف. يا سبحان الله. ومن انا كنت طول ما انا قاعده استغفر وادعي ربنا ومش عارفه اشيل الفساد، يعني طول ما انا قاعده كده ساعتين كده. سبحان الله قام جاي التليفون ده. ده حاجه جميله، ده ربنا بيجاوب. ايه الحته اللي انا قاعده فيها ما فيهاش شبكه خالص. جات لك الشبكه. جات لي الشبكه في الوقت ده. لما ربنا يريد كله يتيسر. طبعا طبعا طبعا. انت كان ايه اصلا تحدياتك؟ ما انت اكيد كان عندك مشاكل كتير قوي في شغلك، انت عشان تشتغلي الشغلانه الصعبه دي عانيتي من صعوبات اصلا جدا كتير كتير قوي. وبس انا ان انا اتحددت نفسي وتحددت الزمن وتحددت الناس ان انا لازم اوصل للي انا فيه دلوقتي. يعني عايزه ان انت تثبتي للناس ان انت مش اقل من حد عادي، ان انت تشتغلي في اي حاجه. مش شغلانه حتى الراجل نفسه ما يعرفش يشتغلها. أي. مش حكايه ان انت قاعده في محل عادي او اي حاجه، لازم تثبتي للناس ان انت كان اي شخص عادي ما يعرفش يعملها. وانت شخص عادي مش كان، انت شخص عادي وجميل وحلو يعني. الله يبارك. ناقصنا ايه؟ الله يبارك. ولا حاجه. الدماغ اهم حاجه. بالظبط. هو اهم حاجه الدماغ مش الجسم. العقل. اقبل على النفس واستكمل فضائله. فانت بالنفس لا بالجسم انسان. الله عليك. الله عليك يا استاذ امل. فلازم الانسان يحط ثقه وايمان عنده بربنا ان هو وصل لاي شيء، ما يتحدى الزمن ويتحدى الناس ويتحدى كل حاجه. ما يقفش عند نقطه واحده. في نقط بتوقفني وبتبقى صعبه وكده، بس لازم اتحداها كلها. انت رحتي بقى للشغلانه الصعبه دي، انت الوحيده من اخواتك اللي اشتغلتي شغلانه والدك. يعني اخويا اخويا بيشتغل في استيراد الجرارات. انا بقى يعني هو ما كانش موجود اساسا، كان مسافر، وانا بقى حبيت ان انا اقعد في المحل واكبره واحده واحده كده لغايه واحب ان انا يعني ان انا ابقى اكون يعني هو الحمد لله انا على مستوى الجمهوريه او مستوى العالم كله مفيش حد بيشتغل في المجال ده. حابه ان انا يعني بس بعد ما الرئيس عمل لنا الوضع ده واهتم بينا في انا متشكره فعلا فعلا ان هو ما حدش اهتم بالمعاقين ولا الهمم دي خالص. فعهد الرئيس السيسي بصراحه
يعني انا دلوقتي حاسه ان انا ماسكه الدنيا كلها. لا ده انت ماسكه الدنيا وانت هتعملي حاجات كتير جايه لسه هنتكلم. انا عايزه كمان اوريكم التكريم بتاع ديان، عشان برضو لما انا دعينا بقى بالصدفه العظيمه بعرفها من زمان قوي، وشايفه بنت شاطره ومجتهده وممثله حلوه وشعله نشاط في كل حاجه، بس لما شفت اسمها بيتقال في المسرح يوم في يوم المراه قلت ده تكريم جميل، وديانا طورت من نفسها واشتغلت في حاجات حلوه. تعالوا نشوف تكريم ديانا ونرجع نسالها برضو عن القصه ما قبله. سيده ديانا سعد جرجس، مؤسسه مبادره شجره التوت لدمج الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في المشهد الفني والثقافي في مصر وتوفير بيئه امنه لهم للتعبير من خلال التعليم الفني والثقافي وفرص المشاركه الفنيه ونشر الوعي. يعني فرحانة أني بشوف حد بيعمل حاجة بهدف إنساني وبيتكرم عليها وبياخد التقدير. أنت حسيتي إيه بقى؟ لا أنا كنت متوترة جدا ومكسوفة. لا وشقية كالعادة، هو يعني ده العادي بتاعك. أنا كنت رحت أصلا على الإيفنت وأنا يعني حاسه انه ممكن يبقى في لخبطه في الاسامي. في حاجه ممكن تحصل. برضه هسالك نفس السؤال، مين اللي وصل لك وازاي ترشحتي للجائزه دي؟ احنا حاليا في انكيوبيتر اسمها بسيطه لايف، طلع منها بوست حاضنه اعمال. حاضنه بالظبط، حاضنه اعمال بتقدم لنا استشارات فنيه وبتعمل لنا ريكومنديشن وبتساعدنا خاصه في مجال الفن والثقافه الدمج كمان. فهي اللي رشحتنا واتعمل بوست على الفيسبوك فومن في ايجيبت واتكتب القصه بتاعتي وقصه ماربر تري او قصه شجر التوت جت منين، ومن هنا بدا انه الناس تعرف القصه ورا شجر التوت، او قصه انه كان في تحديات برضو، ومن هنا بدا الدنيا. بس طبعا انا ما جاش في بالي خالص ان الموضوع يكبر قوي. الموضوع يكبر وفجاه وبسرعه. عارفه ليه اتقدر بسرعه وتشاف بسرعه؟ يعني من وجهه نظري المتواضعه انه انت كمان شفتي الناس اصحاب الظروف الخاصه، شفتيهم كمان بشكل انساني جدا. انت نفسك في ايه؟ يعني اكيد المبادره دي عشان تكمل، ما احنا مش عايزين المبادرات تتكرم وبس، احنا عايزينكم تكبروا وتكملوا ويستفيد من امكانياتكم دي ناس كتير. فانت شايفه انه شجره التوت ممكن تخدم الناس ازاي؟ احنا طبعا محتاجين دعم المؤسسات الفنيه والثقافيه، ومحتاجين دعم انه المسارح تبقى متاحه لاستقبالهم ان هم يبقوا فنانين حقيقيين، هم اللي يروحوا بنفسهم ان هم يعرضوا مش بس يتفرجوا على العروض. فمحتاجين يعني انا حلمي ان يبقى في فرقه دامجه فيها ممثلين محترفين من الاشخاص ذوي الاعاقه ومن الاشخاص ذوي الاعاقه، ونطلع بره ونمثل مصر في مهرجانات بره زي ما بنشوف في بره مصر. بره مصر في فرق دامجه بتطلع وفرق حاجات كتير، فده اللي انا بحلم بيه انه ده يبقى موجود كمان هنا، مش بس ان احنا نعمل لهم حاجه خاصه، لان هم يبقوا معانا وده معنى الدمج، ان هم يبقوا موجودين في وسط الانشطه اللي احنا بنعملها. بصي عايزه اقول حاجه، ويعني يا رب كلامي ما زعلش حد، بس فرصه انه امل كمان معانا. لما كان مثلا بيحصل ظهور لقصار القامه يا امل في مسرحيات على سبيل الهزار، أو لما بيظهروا في أعمال فنية على إنه شخصية كوميدية، ده بيبسطك بيضايقك مش فارق معاكي؟ احكي لي كده طريقة التعامل الساذجة دي مع قصار القامة بتأثر فيكي إزاي؟ لا كنت بزعل. بجد؟ اه. ولا بتعتبري خلاص شخصية كوميدية وخلاص؟ لا كنت بزعل. فعلا؟ أيوه. ده بالظبط اللي دعينا بتقوله، إنه ما نطلعوش كحالة، لكن يطلع دور شخص في المجتمع. تمام. صح كده؟ أيوه تمام. ده اللي انت بتقصديه بالظبط. يعني انا بحاول بس اقرب فكره انه يعني ايه يطلع حد، ما هو كنا بنشوف، بس بنشوفه ازاي؟ انت عايزاه يتشاف ازاي؟ بالظبط ده اللي احنا بنحاول نوصله، الوعي انه
انسان عادي، انه الدراما مش ما فيش فرق يعني بقصته بكفاحه زي ما شايفين امل، انه ده انه ظهورهم في الواقع لما يشوفوا على المسرح بيمثلوا ادوار مختلفه، بيعبروا عن حكاياتهم، بيعبروا بجسمهم، فيقدروا يشوفوهم على الواقع، وده هينعكس على الدراما وعلى الاعلانات والحاجات اللي بتتاخد، وان هم يقدروا ما انا ممكن اطلع حد ذوي اعاقه بصريه شرير زي انا ممكن اطلعه طيب بالظبط. انت حضرتك لما تعمل الحاجات دي بتخلي الناس تطلع، اصل في ناس مستخبيه مش راضيه تطلع، مستخبيين في البيوت مش راضيين يطلعوا وخايفين من الناس، وده متهيألي يا استاذه امل نص التحدي بتاعك. الحمد لله انك مش بس اشتغلتي شغلانه صعبه، انك اصلا عندك ألف عذر ان انا اقول اقعد في البيت. طب ما انا اخواتي يشتغلوا اي حد يشتغل صح؟ يعني انا لما بقعد في البيت مش ببقى قاعده، ببقى زعلانه ان انا قاعده في البيت، لما كنت تعبانه ولا حاجه مش ما عادش اقدر ان انا اقعد على الشغل، ما عادش عايزه ان انا ما اقعدش في البيت وكده. وغير كده انت بتثبتي نفسك في الشغل بتاعك ده، خلي الناس ان هي ما تاثرش معاك بالكلام او كده، بتثبتي شخصيتك ووضع المجتمع. انت شايفه قيمه نفسك وعارفه انك بتفيدي، ايوه مش مستنيه حاجه من حد. لا 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 الحمد لله. هعلق على حاجه بس كانت بتقولها انه الناس تطلع، هي مثلا في الورشه اللي احنا بنعملها من ضمن التعليقات اللي حقيقي بتطيرني انه انا حسيت ان جسمي حر. مش محبوسه، مش محبوس، وده بجد اللي بيشبعني، انه ان انا شاركته ولو في نص ساعه او ساعه، ان انا لبني ادم يحس انه جسمه حر، فده اللي احنا عايزينه، ان احنا نبقى احرار، والفن هو حر بطبعه وبذاته، فاحنا محتاجين الفن نحرره اولا من نظرتنا ليه، لانه ده اكبر درس انت بتقوليه لنا النهارده، ما تبصروش على انه حاله. انا عايزاك يطلع الفن وكل حاجه اللي هو شايفها يطلع فيها، مش ان هو فن بس، بس معظم اللي زي حالاتي ما بيشتغلوش الا في الفن، في الكوره، عايزاهم يشتغلوا في اي مجال. اشتغلوا بقى في الجرارات، مش شرط جرارات. طب انت عايزه الخطوه الجايه ايه؟ انا بفرح قوي بصراحه لما حد يتكرم، لاني بشوفها فرصه لانه يطلب حاجه، يغير حاجه، ياخد فرصه جديده. ايه الفرصه اللي انت ممكن تفرق معاكي في حياتك، تسهل حياتك على الاقل؟ الفرصه ان انا اولا مقدم على الشقه اللي دي بقالها كام سنه والناس خدت، وانا عطلوا لي في اوراق. مقدمه فين بقى قولي لنا؟ في الاسكان الاجتماعي. طيب وزاره الاسكان، الساده في وزاره الاسكان الاستاذه امل الزناتي المكرمه من السيده انتصار السيسي. شقتك متاخره يعني ولا بتستنيها دورك عادي؟ لا متاخره. متاخره يعني. شقتها متاخره يا جماعه. عايزه مكان يبقى فيه الورشه بالمحل بالمكان السكن. ده كله عشان انت انتقالاتك صعبه عليكي. تمام. وغير كده انا مش قاعده في نفس البلد بتاعتنا، انا قاعده في بلد تانية. يبقى المكان واحد، والقصار القامه اللي هم مش قادرين يشتغلوا كده وكده اشغلهم معايا. تقدري؟ تقدري تشغلي معاكي عدد قد ايه لو مكانك بقى اكبر؟ ممكن اشغل 4 أو 5. حلو قوي معايا. حلو قوي. فانت قدرتي وتقدري تمكني مجموعة يعني. ممكن غير كده ممكن المكان تعملي فيه مكان مثلا مش هشتغل في المكان المجال للشغل، يعمل اكل مثلا، يعمل شاي، يعمل يعني يبقى مجمع خدمات. ايوه تمام كده. ديانا، شجرة التوت تكبر وتطرح وتبقى حاجة حلوة كده، بتحلمي بإيه؟ بحلم بمسرح دامج، بمسرح مهيئ لاستقبال كافة الإعاقات المختلفة. بحلم ان احنا نعمل عرض دامج يلف العالم. بحلم ان احنا ناخد فند طبعا عشان نحقق كل الحاجات دي من المؤسسات اللي هي الداعمة الكبيرة اللي تقدر تسهل لنا الحاجات دي. بحلم بمؤسسات اللي بتشتغل مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ان هم يسهل لنا الوصول عشان نوصل لناس مهتمة كمان بالفن ونقدر نوصل لهم أسرع. بحلم ان احنا نلف العالم بالعرض الانكلوجن الدامج ان شاء الله. زي ما انت قلت لنا الكلمات اللي بتفرحك كده. وحضرتك كمان في نقطه كمان، ان بالنسبه لموضوع ترخيص السيارات، مستنيين ان هم لازم يبقى في مرافق. طب احنا تماما كنا فيه بيسوق ومعاه رخص من قصار القامه قبل كده.
طب ده يطبق على اللي هم كفافة او اللي هم مثلا، لكن قصار القامة لو سيارة مجهزة تقصدي هيقدر يسوق؟ وفي ناس معاها رخص مجهزة قبل كده قبل ما القانون ينزل، فليه احنا ما نسوقش ونستنى لازم مرافق والحاجات دي؟ نرجع للقانون دي نتأكد منها، بس وجهة نظر تحترم. انا يعني الحقيقه شايفه انه كمان اليوم كان في تفاصيل كتير لازم انتوا تغششوها لنا، بالاضافه لتفاصيل التكريم. ايه اكتر حاجه فرقت معاكي في اليوم اللي روحتيه بتاع يوم المراه؟ انبسطتي بايه؟ شفتي مين؟ انبسطت بان انا كرمت مع ناس عظام زي ال. ما انت عظيمه يا استاذه. لا برضك احنا لا ده ناس قبلنا لا حاجات يعني احنا حاجة جميلة جدا ان احنا نكرم مع الناس الجمال دول، حاجة ترفع من روحنا اكتر ان احنا حاجة واصلة كده يعني. الحمد لله يعني. الحمد لله. وانت يا دايان انطباعاتك عن اليوم كانت ايه؟ انا عارفة الفنان بيبقى شايف الحاجات كده ايه بعين المسرح، فشفتيها ازاي؟ انا شفت انه اكتر ما هو التكريم مسؤولية وفخر حقيقي. انه حقيقي ان انا شفت ان هي علامه هي اكبر، هي علامه الهيه بالنسبه لي ان اكمل، لان انا كنت ماشيه اني اعمل ورشه اني كنت بجرب. كنت من زمان عايزه اعرف رسالتي ايه، او يا رب انت او انا اتخلقت ليه، اكيد في حاجه. فدلوقتي هو جاوب يعني. فهي حقيقي علامه كبيره، فانا مش شايفه اي سبب غير ان هي علامه الهيه انه يساعدني وان يقول لي اكمل. طبعا بمساعدات الحاضنات اللي انا فيها ان هم بيبذلوا مجهود طبعا معانا عشان نوصل لحاجه بالزبط. اكبر. بس يمكن دي الفيجن الكبيره، الرؤيه الكبيره اللي انا شايفاها. وفرق طبعا معايا التكريم، يعني انا شفت ده بعد يعني شفت الرؤيه كامله بعدها. فلا طبعا ممتنه جدا. عارفه وانت بتتكلمي فارق معايا جدا في اللي انت بتقوليه الحديث عن بالدمج من غير الكلمه بقى ما تبقى بحساسيه، انه طول الوقت فكرتنا عن الدمج، اديله فرصه، اديله 5% من الشغل، اديله كرسي، اديله وسيله تعويض لاي حاجه بقى او اي مشكله عنده. اللي دايما بتقوله عكس كده تماما، سيبه في حاله وعامله طبيعي وخليه يعيش. صح كده انا فاهمكي مظبوط؟ صح بالظبط. عاملني طبيعي مش عاملني كحاجه ناقصه. ده نفس الفكره برضو اللي عايزه اسالك عليها في المؤسسات اللي بتدعم ذوي الإعاقة. في ميزانيات لدعم ذوي الإعاقة بس معظمها بيروح في الحاجات بتاعة التمكين، وده هايل جدا. انت عايزة حاجة تروح للفن وللثقافة ذوي الهمم، عشان هو محتاج ان هو يخرج المخزون بتاعه، محتاج ان هو يخرج الطاقه بتاعته. زي ما احنا كمان بنفضل لو احنا عندنا ظروف الحياه وضغوطاتها بتخلينا محبوسين، فاحنا بنحاول عايزين نخرج ده بالزبط. فهم طبعا لازم يخرجوا ده. يعني ده شيء اساسي عشان الانسان اصلا يبقى سوي، ان هو يخرج المشاعر بتاعته ويخرج المخزون بتاعه، وده مهم جدا عشان صحتنا النفسيه يعني بالزبط. وبالتالي عشان يقدر كمان يكمل شغله وحياته. لان هو معظم الناس فاهمه الفن ان انا لازم ابقى انا الفن انا هبقى مشهور، فاهمين ان الفن رفاهيه وشهره. لا، هو الفن احتياج يعني. وده اللي اثر فيا وفي حياتي. عشان كده عايزه انقله لكل حد مش لاقي الفرصه وفاكرها بعيده. فاحنا موجودين. باكد على كلامك، هي رساله فعلا انكم تكملوا. استاذه امل، بيقولوا عليكي ملكة الجرارات. تمام. صح؟ تمام. شايفة انه ازاي الواحد يروح من التحدي بتاع ان انا متواجه بان انا عندي ظرف صعب الى اني ابقى سيدة مشهورة بقى في مصر، خلاص بتكرم، عملت قصة نجاح وعندي كمان الكثير اني اعمله. عايزة منك رسالة حلوة كده لكل حد بيعدي بظروف صعب، مش عايزة اقول بنفس ظروفك ولا لا، بس اي حد بيعدي بظروف صعب. لا، يتغلب عليها ويصبر ويحارب ان هو ما يقفش يستسلم لاي ظرف، ويطلع ويشتغل يعدي المحن دي كلها ويحارب كل شيء. انت تعرضتي لتنمر كتير؟ كتير طبعا، احنا في ارياف كمان. لا كتير. ارياف اصلا بيبقى فيه ترصد للست اصلا. تمام. ست بقى وعندي ظروف خاصة، حصل معاكي ايه؟ ما تغششينا. حصل عشان اي حد ضايقك يبقى بيسمعنا النهاردة. شوفي ست، شفتي ديت قصيرة ازاي وبتشتغل مع الرجالة، شفت ان هي عاملة ازاي، شوفي لابسة ازاي، شوفي كل حاجة كل حاجة. ما فيش
بس لازم نفر بقى خد على كده وبتغلب عليها بالاسلوب. وهل النظرات دي اتبدلت لاحترام بقى وتقدير دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. انا بشكرك انا الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذه امل الزناتي، استاذه امل الزناتي الاول سيده تعمل في مجال الجرارات الزراعيه والمكرمه من قرينه الرئيس السيده انتصار السيسي، ديانا سعد جرجس الفنانه الموهوبه الجميله اللي حطت رساله لحياتها ورؤيه انها تدعم ذوي الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه في انهم يبقوا جزء من المشهد الفني والثقافي في مصر. ده اللي انا بتمناه وده اللي متاكده انه هيحصل ان شاء الله. شكرا يا دي. شكرا كده. شكرا لحضرتك. هنكمل كلامنا وبعد الفاصل نكمل مع حضراتكم مع دكتور محمد سليمان الكاتب والسيناريست. مساءكم خير. يمكن في الفقرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن تقدير وتكريم المرأة والفن وقصص ملهمة جميلة كنا فرحانين بيها وبنحتفي بيها النهاردة، يمكن واحدة من الحاجات اللي احنا حقيقي طول الوقت حاسين ان احنا مش عارفين موقفنا منها ايه. احنا بنحبها جدا وبنستناها جدا بس مش عارفين احنا بنقدرها بجد ولا لا. واحدة من الحاجات دي هي الكتابة. احيانا كتير تلاقي الواحد فينا كده ينبهر بالصوره، ينبهر بالفنان اللي بيحبه، لكن السيناريو، الحوار، القصه قد ايه تبقى قريبه مني وبتلمسني وبتفرق معايا. نتكلم في التفصيله دي، احنا مش عارفين احنا بجد مركزين في التفصيله دي ولا هي بالنسبه لنا جزء من العمل. قبل ما اقول لكم ان احنا معانا ضيف مميز جدا وفنان كبير، يعني انا بتهيألي أو يمكن يكون كلامي غلط، إنه حاجة بتضايق جدا أي شخص بيكتب لما يتقال مثلا على السيناريو ورق، لأنه مش ورق، لأنه حياة وتفاصيل وفكرة وحاجات كتير قوي بتحصل هنعرفها النهارده في لقاء خاص جدا يعني احنا محظوظين بيه مع السيناريست محمد سليمان عبد الملك مؤلف المسلسل الرمضاني الجاي راجعين يا هوا، واللي ابتدينا نشوف بقى التريلرز والاعلانات بتاعته. مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. دكتور بقى. ماشي. انا هفضل مصر على دكتور دي. مفيش مشكلة. لان ما جاتش بالساهل يعني. لا هي ما جاتش بالساهل طبعا، سنين دراسه طويله وقعدت حوالي 5 سنين معيد في كليه الطب، فلا يعني هي جزء من يعني طب. ها يا جماعه دكتوره طب بشري. في الطب مش في الادب. طيب يعني بس هو الطب والادب مش بعاد عن بعض، والطب والفن كمان مش بعاد عن بعض. نفسي اعرف السر ده. اظن انه حاجتين، الحاجه الاولانيه انه دراسه الطب بتنظم التفكير جدا، بتخليك يعني اولا هي دراسه ممتعه بالمناسبه جدا، وبتخليك بتفتح مداركك على 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 انماط يمكن لو انت ما درستش طب مش هتخش فيها. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت بتتعامل مع بشر برضو، بتتعامل معاهم كمان في لحظات صعبه قوي، لحظات الالم والمعاناه والحياه والموت، يعني برضو دي مساله انت بتقرب قوي من النفس الانسانيه. من النفس الانسانيه يعني. وبتشوفها يمكن في لحظات خاصه، برضو مش لحظات عامه قوي يعني. فده السبب يمكن انه في الاخر لو حد عنده حس فني او موهبه انه الطب بيبلورها وبيبينها اكتر، ما بياخدش منها يعني. يعني ممكن يكون دي وجهه نظري. بالظبط. وعايزة بقى أعرف ده حصل بجد ولا لأ، يعني حصل إنك تأثرك بالطب، مشاهد شفتها؟ أنت اشتغلت في الطب سنين مش كده؟ بس مش طب كلينيكي أنا. الحقيقة لما دخلت الجامعة وكلية الطب الحقيقة عرفت يمكن من سنة تانية تالتة كده إن أنا مش هكمل في الطب الإكلينيكي، لأنه في حاجتين ما بقدرش إن أنا استحملهم على المستوى الشخصي، اللي هم الألم، إنك تشوف بني آدم بيتألم قدامك. ممكن على فكرة دي حاجة تبقى موجودة أو مش موجودة، مش عارف تكتسبها كمهارة يعني. الألم والدم يعني. أنا دخلت العمليات مرة واحدة بس في حياتي في سنة رابعة، ساعتها ما دخلتهاش تاني ابدا. على الاطلاق. يا دكتور انت كنت معيد. كنت معيد بقى في قسم صحة عامة، كان قسم أكاديمي تدريس في الجامعة، وده اللي خلاني اقعد حوالي 5 سنين كمان لحد ما حضرت يعني كنت في ستيب 2 ماجستير. وبعدين لقيت انه برضو مش مكان، يعني حسيت انه مش ده يعني اللي انا عايز اوصل له خالص. طبعا كنت بالتوازي مع ده، من وانا طالب في الجامعه كنت بكتب محاولات، اتنشرت في اماكن، كان حلمي اكتب للشاشه طبعا. ده اصغر مراسل في مجله كل الناس. ده زمان قوي، ده يمكن لما كنت طفل صغير. كنت 12 سنه، وكانت الحقيقه بعت جواب للدكتوره هاله سرحان، ولما قابلتها حتى
الكلام ده من كذا سنة، من 5 أو 6 سنين، فكرتها بالقصة دي وقالت لي اه طبعا، ونشرت فعلا، وكان حلم بالنسبة لي. أنا يعني كنت لسه في إعدادي مثلا. عارفة أنا ليه كنت عاوزة أسألك عن ده؟ لأنه فكرة إن الفرص الصغيرة اللي الواحد بياخدها في بداية حياته صحيح. ممكن تغير مسار حياته كله. والله مش كده وبس، هو كمان بتبقى زي إشارات أو علامات. يعني أنت برضو أنت في سن صغير قوي كده وتلاقي نفسك في وسط مجال بعيد قوي وحاجة يعني أنت نفسك مش عارف ده بجد بجد ولا مش بجد. برضو لما بيحصل ده في سن صغير بتحس إنه لا ده الطريق. يعني أظن إنه ده اللي وصلني في سن مبكر يعني. أوكي. بس في سن مبكر واضح كده من اللي بنقراه انه انت اتحركت في حاجات كتير. جربت حاجات كتير قوي. كتابه يعني على مستوى يعني. مظبوط. الحقيقه كتبت في روايات اللي هي المغامرات زي بتاعه رجل المستحيل للدكتور نبيل فاروق، او ما وراء الطبيعه للدكتور احمد خالد توفيق. كانت المؤسسه العربيه الحديثه عامله مسابقه وقدمت فيها وانا في سنه تانية كليه. والناشر العظيم استاذ حمدي مصطفى، وهو يعني صاحب هذا المشروع الادبي الكبير اللي وصل يمكن لملايين البيوت المصريه والعربيه، اتصل في التليفون. كانت والدتي في البيت هي اللي ردت عليه، وانا كنت في مراجعه في الجامعه. فقال لها دكتور محمد موجود؟ لانه يعني فقالت له لا هو في الجامعه. لا هو دكتور في الجامعه. فقالت له لا والله ده طالب في سنه ثانيه. فلما رجعت قلت لها يعني احنا كده خلاص يعني اكيد. بس الحقيقه لما كلمته هو كمان تحمس ونشر لي فعلا وانا طالب، وده يدل على ان هو قد ايه حد كمان صاحب فكر ورؤيه يعني. كتبت بقى في المسرح وانا في الجامعه برضو، وكتبت في المقالات الصحفيه وفي اعداد البرامج. بس انا عيني من الاول ان انا حلمي الحقيقي ان انا اكتب الدراما التلفزيونيه. حلو قوي. وده يمكن من وانا كنت في ثانوي، وده كان يعني ده ممكن يبقى مدخل كويس قوي، ان ده كان تاثرا باستاذي اللي راح الاستاذ اسامه انور عكاشة. شكرا بقى انك قلت الاسم ده بقى. شكرا بقى. اصل يعني كنت هتحدى حضرتك، هقول لك حاجه، انا هتحدى واقول انه احنا يمكن الجيل بتاعنا اللي اتربى على الاعمال بتاعه الاستاذ اسامه انور عكاشة، احنا بالنسبه لنا مفيش حاجه بتمخمخنا يعني. صحيح. يعني انا بحس انه لما بتفرج على اي سيناريو مظبوط بفتكر حوارات اسامه انور عكاشة، اقول مين يجي تاني. صحيح. صحيح. اتأثرت لدرجة ايه؟ لا الغيرة والحماسة لدرجة ايه؟ لا لا بالعكس، انا يعني انا بعتبر انه جيلنا كله خرج من معطف الاستاذ اسامة انور عكاشة واستاذ وحيد حامد طبعا. بس في الدراما التلفزيونية يمكن استاذ اسامة وصل لمستوى رفع السقف قوي يمكن على كل الاجيال اللي جاية كمان. والكتابة الدرامية قبله كمهنة يعني غير الكتابة الدرامية بعده، يعني هو نقل الكارير لحتة عالية قوي الحقيقة، وودى الكاتب قيمته وهبته يعني. ليه؟ لأنه حضرتك لسه بتقولي إنه كلمة ورق دي كلمة مجحفة قوي في حق السيناريو والتعب جدا. ده أنا فاكر مقال كتبه الأستاذ محفوظ عبد الرحمن، وده واحد من رائد الدراما التلفزيونية، يمكن كان أستاذ أسامة أنور عكاشة كمان. كان كتب مقال في احد الصحف مره، كتب انه كلمه ورق ده تعبير سوقي بين قوسين. سوقي لانه هو له علاقه بالسوق والتسويق، احنا بنعتبره ان هو ورق يعني، في حين انه احنا بنحارب كجيل انه يتقال عليه سيناريو ويتقال عليه عمل. لانه استاذ اسامه انور عكاشة كان حقيقي، انا فاكر في عمل ارابيسك تحديدا، وده يمكن من اكتر الاعمال اللي انا تاثرت بيها، كان بيكتب اول اسم كده استاذ اسامه انور عكاشة ورواياته الجديده ارابيسك، وبعدين اسامي الممثلين وبتاع. فرجع السيناريو او فكره الكاتب كمان ان هو بالظبط يبقى هو البطل، هو صاحب البطل. المشروع. فالحقيقه انه استاذ اسامه بالنسبه لي كمان ارابيسك كنت بتفرج عليه وانا في ثانوي يعني. ده اللحظه اللي انا فكرت ان انا نفسي اشتغل الشغلانه، فتح انطلاقه. حسيت انه العالم يعني طبعا طبعا طبعا، لانه عالم كامل يعني الحقيقه، عالم بشخصياته بتفاصيله وعايش لحد النهارده. ولكن احنا ككتاب كمان من الجيل ده بقينا منبهرين اكتر بفكره النوع. النوع بمعنى ايه؟ بمعنى انه يبقى العمل كوميدي فهو كوميدي صرف تماما، لازم نموت من الضحك. عمل اكشن فهو عمل اكشن وسسبنس، وعمل اجتماعي فيبقى عمل اجتماعي. وده مش حلو نهائي. مش مساله حلو ولا وحش، هو ليه علاقه برضو بتطور الاشياء يعني. زي التخصص كده. بس هو الحقيقه انه اللي عمله استاذ اسامه انه كان العمل الواحد فيه كل شيء، في كل الانواع تقريبا يعني. العالم لأنه كله مؤسس اقرب للحياه، اقرب للحياه والاقرب لفن الروايه اللي جه منه استاذ اسامه اصلا، اللي ابتدى بيه ككاتب ادبي اصلا وبعدين بقى كاتب درامي. فالحقيقه انه عمل السنه دي اللي هو اللي احنا بنقدمه اللي هو راجعين يا هوا، في بقى كل بسميه بقى شفره دراما اسامه انور عكاشة الكامله يعني. انا هروح لها بس أوكي. استنى، انا عايز احكي للناس انه مثلا يعني استاذ او دكتور محمد سليمان عبد الملك كتب أولاد الليل، تامر وشوقية، كافيتشينو، فراولة، عزبة آدم، بابا زي كل الحاجات العظيمة دي، أبواب الخوف،
باب الخلق طبعا استاذ محمود عبد العزيز. انا بنط باب الخلق اسمه مؤقت فرق توقيت شد اجزاء، كل الحاجات دي احنا عارفينها يعني. وحاجات اذاعيه يخلق من الشبه البين، مسلسل وعد، مسلسل حصان اسود، مليكه وممالك النار، ده الاحدث يعني. هو الاحدث. وبعدين كان في بعض خيط حرير مع مي عز الدين، والسنه اللي فاتت كان في قصر النيل مع دينا الشربيني، يعني دول اخر عملين. انت يعني انا يعني كاتب رمضاني بامتياز. بحاول يعني. طيب اللي انا عايز اسال فيه قبل ما اروح بقى المسلسل السنه دي، هو برضو خلط مشهور بين القصه والسيناريو، احنا مش عارفين ايه الفرق يعني، مين بيعمل ايه. فخلينا نبسطها للناس. أوكي. اللي بيكتب القصه ده بيكتب ايه؟ اللي بيكتب السيناريو مسؤول عن ايه؟ كويس. القصه هي الحدوته اللي انا بحكيها كده، انه بيحصل كذا وفلان بيروح وبيقابل فلان وبيقعدوا، يعني هو القصه هي الفكره او الشكل العام لاحداث المسلسل. السيناريو هو التفصيل للفكره دي او للقصه دي، اللي هو انه بيتقسم لمشاهد، وبيتقسم بعد كده المشاهد الى سيناريو، اللي هو ماذا يحدث في المشهد. فلان دخل وقعد وفي كوبايه مسكها وقعد وكلم وبص هنا وعمل هنا، الحوار هو الكلام اللي بيتقال او الديالوج اللي بيتقال جوه المشهد. فالسيناريو والحوار الاثنين بيعتبروا هم السكرين بلاي زي ما بيسموه كده، اللي هو ده السيناريو. اما القصه فهي اشبه بحكي بقى، بس حكي اعم من السيناريو، يعني السيناريو هو الاكثر تفصيلا من القصه. ده عشان بس ابسط، لان في حاجات تقنيه كتير قوي في النص، بس ده بشكل بسيط قوي الفرق ما بين القصه والسيناريو والحوار. بالظبط. يعني ينفع اقول الكلام اللي بيتقال على لسان الابطال صنيعة السيناريست. مظبوط. مش كده؟ مظبوط. لكن الحبكة والأحداث والتصاعد الدرامي ده ده شغل قصة يعني. ممكن يعني في الآخر، ما هو مثلا ممكن أخد قصة أو رواية لنجيب محفوظ. تمام؟ كوني أطورها بقى وأحولها إلى سيناريو وحوار يترجم على الشاشة في عمل درامي، دي حاجة تانية خالص. بس هو بتاخد من الأصل الشخصيات والفكرة وتطور الأحداث، وبتضيف لها أنت بقى كفنان من خيالك ومن إبداعك، بحيث أنه يبقى مش مجرد العمل الأدبي زي ما هو تم قراءته بس، عشان أنت وانت على الشاشة بيبقى له مقاييس تانية خالص. تمام. الجمل اللي احنا بناخدها من الأعمال الأدبية وكلام ده على مسؤوليتي أنا اللي مسؤولة عنه، احنا ليه في السنوات الأخيرة بقينا نحس أنه هم ليه بيتكلموا كده؟ هم ليه مش شبهنا؟ يعني فعلا مش شبهنا، حتى لو في الشعبي، لا مش شبه الناس الشعبية. الناس الشعبية حلوين وطبيعيين وعاديين، مش طول الوقت بيصرخوا ومش طول الوقت بيزعقوا. صحيح. ولو في المستوى الأعلى برضو مش شبه، مش كل رجل الأعمال مش على طول مسافر بره، مش طيارة جوه البيت يعني. يعني ليه حصلت الفصلة دي في كام سنة يعني؟ أنا شايف إنه ده نوع من أنواع المبالغة. المبالغة ليه؟ لأنه زمان على أيامنا احنا يعني لما كنا بنتفرج كان فيهم قناتين، وفي مثلا الفضائيات لما ابتدت حتى برضو ما كانش بالانتشار الواسع قوي ده. فكانت الأعمال قريبة للناس لأنه القنوات نفسها قليلة، فانت كده كده يعني مصر كلها مسكت بتتفرج على مسلسل. كنت تلاقي ان احنا ايام المدرسه مثلا احنا ممكن كلنا نغني اغنيه مسلسل واحنا حافظين. كنا محظوظين بده على فكره. بالظبط. بالظبط. لانه النهارده مع تعدد القنوات والبلاتفورمز كمان اللي هي المنصات الرقميه وغيره، والعالم كله اتفتح، مش الطلب، المعروض بقى كتير قوي. يعني النهارده بقت انت النهارده مثلا في الشهر الواحد بينزل 5-6 اعمال جديده، ان ما كانش بقى في رمضان بينزل مثلا 70-80. تمام. فانت النهارده علشان تشد المتفرج وعشان تجذب انتباهه لازم تبالغ شويه في حاجات كتير. لازم تبقى زاعق في حاجات كتير، وانا مش مع ده يعني. انا لو ده مش ذوقي الشخصي خالص، انا شايف انه ده اللي بيصنع اللي بنسميه بلغه السوشيال ميديا ترند. ترند بمعنى انه الناس تتفرج عليه في لحظته، لكن ممكن لو عادت الفرجه عليه خلاص بيبقى قدم. بالظبط. لكن الحقيقه انه الاصعب من الترند هي فكره البراند، اللي هو اساتذتنا الكبار عملوه لما نقعد نتفرج لحد النهارده على اعمال استاذ اسامه منور وكاش، على اعمال استاذ محمد جلال عبد القوي، على اعمال استاذ يوسف الجندي رحمه الله وهو لسه يعني قريبا، على اعمال استاذ وحيد حامد في الحاجات اللي كل ما بتقدم بتعتق. هو ده فكره البراند، انه انا مشغول قوي اصل بالنسبه لجيلي انه ازاي كمان 10 سنين ولا 20 سنه هيتبص لنا، هل هيتبص لنا ان احنا بقينا استهلاكيين قوي وبنعمل حاجات تخلص في وقتها، ولا هنعمل حاجات تعيش وتاثر في الاجيال الجايه كمان. شايف انه ده اصعب، بياخد وقت اطول، ممكن ما بيفرقعش في وقتها، بس مع الوقت التكرار ومع التراكم هو ده اللي ممكن يعمل فرق. راجعين يا هوا،
راجعين تعملوا ايه بقى؟ يعني احكي لي راجعين يا هوا، الخلطه المختلفه في راجعين يا هوا. طبعا راجعين يا هوا انا بعتبره نوع من انواع، انا بشكل شخصي يعني رد الجميل لاستاذ اسامه اللي انا للاسف ما اسعدنيش الحظ ان انا اقابله وجها لوجه، ولكن انا تاثرت بيه جدا وحبيت الكتابه الدراميه عن طريقه وعن طريق اعماله. وكمان انا مش بعتبره كاتب درامي بس، هو كان كاتب روائي متميز، كاتب مقالات صحفيه متميز، كاتب مسرحي متميز، كاتب حتى سينمائي متميز. فهو الحقيقه برضو يعني هو تالق في الدراما التلفزيونيه، ولكن ليه كمان ابداعات كتير مختلفه. فالنهارده انا كنت بشعر بغيره شديده جدا انه الاجيال الجديده يمكن ما كانش ليها الحظ انها تشوف اعمال اساتذتنا الكبار. فكان عندي زي نيه كده انه طب ليه ما نقدمش عمل من اعمال اساتذتنا الكبار ونعيد تقديمه. هو عمل اذاعي تقدم في 2003 راجعين يا هوا، كان بطوله دكتور يحيى الفخراني ومعالي زايد، وبنعيد تقديمه بقى للشاشه بما يناسب 2022. شركه اروما المنتج تامر مرتضى هم اللي تحمسوا قوي للفكره بصراحه وكلموني عليها، وانا يعني اكاد اكون قلت لهم ده حلمي يعني يلا بينا جدا. خالد النبوي صديق من زمان وعملنا مع بعض ممالك النار ونجحنا الحمد لله نجاح كبير، وهو دايما بيتصل بيا بعد كل عمل يقول لي رايه، وانا بعمل كده برضو بنفس في نفس الوقت. فلقيتها فرصه انه خالد كمان بيقدم شخصيه جديده عليه خالص ما تقدمتش قبل كده. مخرج محمد سلامه مخرج متميز جدا عمل لنا قبل كده رحيم وموسى، بيقدم برضو نوع جديد ومختلف طبعا. فدي بقى خلطه راجعين. طبعا مش عايز اقول بقى اسامي النجوم الكتير قوي اللي موجودين معانا لان هم كتير قوي، فمش عايز بس اكون ناسي حد، لكن انا مراهن ان كل واحد في مكانه قدم دور جديد عليه خالص ما تشافش قبل كده. ده بس ده تحدي مرعب يعني. طبعا انت بتاخد عن قصه الكاتب مسؤوليه كمان كبيره وسام انا راجل. طبعا طبعا مسؤوليه ضخمه. وتتحدى بقى انك تعمل انت سيناريو يعني هو مش تحدي قوي مش للدرجه لا انت مش تتحدي يعني انت بتتحدى نفسك اكيد اكيد اكيد, أكيد. لا بالعكس هو يعني طبعا في الاخر احنا بنجتهد وبنعمل كل اللي علينا، والباقي انه الناس تحب بقى، واتمنى انه الناس كمان تحب وتتفاعل مع المسلسل ويلمسهم المسلسل، لانه المسلسل فيه تفاصيل عالم وروح استاذ اسامه. لسه عايز اسالك عن ده، تشبيكة التفاصيل الانسانيه الجميله المشبعه اذا طبعًا. كانت طبعا دي خلطه اسامه انور عكاشه طبعًا. واضح جدا من تعدد الشخصيات ان ده موجود صحيح. وحاصل بنحاول. اللي عايز اساله يليق بقى مع ذوق رمضان، خصوصا ان انت لسه بتقول لنا انه التعدد والاتاحه الكتيره دي صحيح. بتفرض علينا احيانا نفرقع. شوفي هو نفرقع بالشياكه والهداوه كده. لسه هقول لك، هو دلوقتي احنا للاسف بنخلق اساطير وتابوهات وبنصدقها وبعدين ما بنكسرها، احنا خلاص بنصدقها وهي غلط اصلا. بمعنى مثلا انه ايام ملك النور لما عملناه في كده اسطوره كده برضو بتتقال انه المسلسلات التاريخيه هي مسلسلات نخبويه بتاعه جمهور متخصص، بتاعه جمهور مش جمهور الشارع خالص بتاع ما في الاخر نسمع العكس. عنها للامانه هو ده كان النيه من الاول، ان احنا نفسنا نعمل مسلسل يوصل لكل الناس في اي مكان، يعني ده كان النيه. هل ده كان هيحصل ولا لا؟ ما حدش كان ضامن حاجه. بس هو الحقيقه لما المسلسل اتعمل باخلاص وتنفذ بشكل كبير وكان انتاجه ضخم جدا، طبعا ده يحسب لشركه جينو ميديا والمنتج ياسر حارب انه تحمس العمل بالضخامه دي. فلما وصل لكل المستويات العمريه وانك تنزل الشارع وتلاقي ناس قاعده على القهوه بتتكلم، وانك تلاقي الاطفال الصغيرين والتينيجرز وكله متفاعلين مع الموضوع، اذا هي الفكره كلها انه العمل هيتصنع كويس ولا لا. انا مراهن على راجعين يا هوا بانه هيرجعنا لايام زمان تاني، وهيخلينا نرجع بقى فكره الدراما اللي بتلمس الناس عن طريق البيت من غير زعيق ومن غير دوشه ومن غير بهرجه ومن غير يعني، لانه الحقيقه انا زي ما قلت لحضرتك كده من شويه ان هو ده ما بيعيش، ده النهارده بيبقى في وقتها كده فلاش بيطلع كده وبينتهي تماما في لحظتها. وانا مصره ان ده ما يشبهناش، وانا موافقك جدا يعني للامانه، لانه حاجات كتير ما تشبهناش، لانه في الاخر هو استهلاكي قوي، هو استهلاكي بتاع لحظته يعني. انا شايف انه الدراما الاستهلاكيه هي على فكره طول عمرها موجوده وموجوده وفي السينما وفي المسرح من قبلها، هي بتاعه وقتها تماما وبتخلص بانتهاء وقتها. لكن الحاجات اللي بتعيش هي لما بسميها زي المصفى كده، اما المصفى بتشتغل مصفة الزمن يعني والعمر يعني لما بيعدي، اظن اللي بيفضل جوه هو الشيء القيم بجد. هل بقى احنا بنعمل ده ولا لا؟ اتمنى طبعا يعني مش قادر اقيم نفسي، بس اتمنى ان احنا متوقعين ده باذن الله. انا عايز اسالك سؤال بره الموضوع او بره الكتابه شويه. احنا النهارده فاضل لنا اسبوعين ثلاثه على رمضان، وده في الوقت العادي بيبقى اي حد مشارك في اعمال رمضان بيبقى مش شايف قدامه. ما انا مش شايف قدامي وانا اسالك، بتكتبوا على الهوا برضو ولا الدنيا واخده وقتها اكتر؟ لا ما بنكتبش على الهوا، بس هو الحقيقه انه في ضغط وقت، لانه برضو من الحاجات الغلط اللي احنا سنه ورا الثانيه بقالنا كتير بنعملها، هي فكره انه طول الوقت بنبتدي متاخر.
للاسف. وعلى فكره اللي انا اكتشفته انه ده كان بيحصل برضو ايام اساتذتنا الكبار، كانوا بيشتغلوا لحد رمضان وبتاع يعني للاسف هو شيء يعني للاسف هو ده كان بيحصل، ده كان بيحصل. بس هو للأمانة أظن أنه ده مش هيحصل في المرحلة الجاية، لأنه في نية حقيقية من الصناع بعد كده طبعاً إحنا في أنه لازم الحاجات تاخد وقتها ونخدمها كويس. يعني أنا مثلاً لما أكتب في 3 شهور أكيد لما أخد شهر كمان أو شهرين أو 6 شهور أكيد هبقى أفضل تمام، يعني أكيد الناتج هيبقى أفضل لأني هعرف أن أنا أخد وقتي وهبقى مستريح أكتر وهم هيحضروا في الإنتاج أفضل، فبالتالي الممثل يمثل هو أفضل. هي الحكاية كلها للأسف لها علاقة بدورة رأس المال والإعلانات، يعني حاجة برانا إحنا شوية كصناع، لكن في الآخر هي قابلة للتنظيم. يعني أظن أن ممكن هينتظم وفي نية حقيقية لأنه ده يحصل إن شاء الله بداية من السيزون الجاي بقى الموسم الرمضاني اللي جاي متوقع انه يبقى كده اللي جاي ده اللي هو بعد 23 ان شاء الله مش كده. انا يعني بتوقع ده لانه وكانه الورق اللي متفركش بيترص بالظبط كده بالظبط، والحاجات كده كده لازم تاخد وقتها، وانا شايف ده بعيني الحقيقه لامس ده. والنهارده لما تيجي تبصي على اعمال رمضان اللي بتتعرض السنه دي هي يمكن اقل من كل سنه شويه كمان، وده ميزه بالمناسبه مش عيب، لانه اكيد لما يبقوا 70 و80 مسلسل الناس مش هتقدر تتفرج على كل ده، ففي حاجات غصب عنك وبنلجأ بقى للفرقعه والمبالغات وغيره. لكن في النهايه لما الحاجات تبقى معقوله يعني بتصنع بمعقوليه في الاخر الناس بتتفرج وبتختار، ده بيحصل في كل سنه، بس يبقى على الاقل الكم معقول، هي دي الفكره. فالنهارده لما تيجي تبصي على الاختلافات اللي موجوده بين المسلسلات اللي نازله في رمضان لا تحس انه في اختلافات حقيقيه، مش مجرد انه احنا يلا بنعمل بنشتغل وخلاص. لانه انا نفسي لو حسيت ان احنا يعني انا كنت طبيب اصلا، فلو حسيت ان سبت ده عشان برضه عشان نتحول لوظيفه وان احنا بنشتغل وخلاص ما نعملش الحاجات اللي بنحلم بيها يبقى اكيد مش حاجه كويسه. سؤال عن امكانيه اننا طريقه الكتابه ل 30 حلقه مسلسل اذاعي يتحول لمسلسل تلفزيوني 30 حلقه برضه، تحديات التفاصيل اللي عامله ازاي؟ طبعا لانه في الاذاعه في فرصه كبيره للخيال والحوار بيبقى هو البطل اكتر يمكن من الصوره. زي ما حضرتك بتقولي انه الواحد بيتخيل اكتر، كمان الوقت انه حلقه الاذاعه بتبقى 10 دقائق تقريبا 12 دقيقه، انت هنا عندك من 30 ل 35 دقيقه على الاقل. بصي هي انا اتعاملت مع الموضوع على انه انت بتطور عمل كبير ومهم موجود طبعا، زي اكنك بتتعامل مع روايه او فيلم بتحوله لمسلسل، يعني في الاخر انت بتاخد العمق بتاع الموضوع والشخصيات والتفاصيل. وانا عشان يمكن كمان كنت مبهور بعالم الاستاذ اسامه، فانا بقى اقدر ادعي ان انا كنت مشاهد جيد جدا لاعماله الدراميه وعارف كويس قوي حتى الحاجات النادره اللي كنت بدور عليها عشان اجيبها واتفرج عليها، من باب ان انا بحب هذا العالم وبحترم انتاجه الادبي والابداعي الحقيقه يعني والدرامي. فانا حاولت على قد ما اقدر ابقى عندي الاخلاص لعالم استاذ اسامه لتفاصيله لشخصياته، لانه اي كاتب عنده عالم وعنده تفاصيل متكرره بس متكرره بتتطور مع مشواره وعنده بتتطور مع مشواره الادبي، زي بالظبط كده علاقه مثلا استاذ محسن زايد بادب نجيب محفوظ لما حوله للدراما بالظبط، هي نفس الفكره انه قد ايه كان مخلص على الحفاظ على طعم ولون نجيب محفوظ وحلاوه نجيب محفوظ في اعماله الدراميه، بس في نفس الوقت محسن زايد موجود برضه كصانع وكاتب. هي دي الفكره اللي انا اشتغلت عليها في راجعين يا هوا، واتمنى ان شاء الله انها توصل للناس باذن الله. ده بالتاكيد هنشوف حاجه حلوه، ويعني من ريحه اسامه انور عكاشه وموهبه محمد سليمان. ربنا يخليك ربنا يخليك. عايزه اسالك بعد ما بقى احنا متشوقين ومتحمسين تداخل الشخصيات واداره الشخصيات، انا عارفه انها مش مسؤوليه السيناريست قوي لكن بتاثر، وانت بتكتب برضو بتبقى متخيل ان انا عندي شخصيات كتير عايزه اوزنها كلها بنفس القدر. بتفكر في ده او بحساباتها بتتحسب طبعا بسي. بصي هو الكتابه يعني فيها حاجه مهمه اسمها البناء الاستراكشر. الاستراكشر ده معناها انك انت زي ما كده بتبني عماره كبيره، الاول بيبقى لها بلو برينتس كده رسمه كروكي وبعدين بتبتدي انك انت تبني الطبقات فوق بعض. فالحقيقه انه اللي حاصل في عالم استاذ اسامه انور عكاشه من بداياته الحقيقه يمكن من ايام المشربيه وشهد والدموع، انه طول الوقت محافظ على فكره البنى، وده كان تميزه طبعا بالاضافه لحواره الجذاب والشيق. يعني طول الوقت في بنى وستراكشر هو قدر يوصل له يمكن بالموهبه اكتر من الدراسه. يعني النهارده الحاجات دي بتدرس بالمناسبه في كورسات سيناريو في مدارس وغيره، لكن هو قدر يوصل ده بالموهبه لوحده. يعني فالحقيقه انه تداخل الشخصيات في الاخر الشخصيات لازم تبنى وملامحها تبقى واضحه، وشخصيات عالم استاذ اسامه واضحه جدا معالمها وفاكرينها لحد النهارده باساميها، لانه يعني كمان كان بيختار لها اسامي مميزه بالمناسبه. يعني
فازاي بقى الشخصيات دي تتفاعل وتتلاحم مع بعض في نسيج عمل متماسك؟ هو ده سحره الحقيقي، هو ده سحر استاذ اسامه. بنحاول نعمل ده ان شاء الله السنه دي في راجعين يا هوا، واقدر ازعم انه كل ممثل في مكانه قدر انه ياخد الشخصيه في حته عظيمه. معانا حتى استاذ احمد بدير طبعا، وهو عملاق كبير يعني، وهو كمان كان عمل مع استاذ اسامه عمل مهم قوي اللي هو زيزينيا، كان مع استاذ يحيى الفخراني كمان بقى استاذ يعني. لما كنا في البروفات استاذ احمد بدير بيقول لي على فكره انا عملت مع اسامه عمل كنت طالع فيه درامي، قلت له ايوه يا استاذ اسمه ابواب المدينه، هو نفسه ما كانش فاكره يعني. ابواب المدينه ده كان في اواخر السبعينات، كانت عمل منه جزئين. عشان كده بتقول انا ذاكرت حتى انا 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 كنت مبهور بالظبط بالظبط كده يعني. انا وحقيقه الحاجات دي موجوده على قناه ماسبيرو زمان، وموجوده على اليوتيوب، حتى الحاجات اللي اتصورت بره مصر وغيره. طبعا في اعمال لسه مش قادرين نحصل عليها، بس هنفضل وراها ان شاء الله لحد ما نجيبها يعني. لكن في الاخر اللي عايز اقوله لك انه فكره الشخصيات المتعدده دي ده مهم جدا في الدراما التلفزيونيه، لانه في الاخر في اعمال ممكن يبقى فيها 3 4 شخصيات بتتفاعل طول الوقت، بس اللي حاصل في عالم استاذ اسامه كان فكره الشخصيات الكتير والمتعدده والماشيه بالتوازي. مش الخط الوحيد لا يعني، مثلا ما هو انت ارابيسك هو الشخصيه الرئيسيه حسن ارابيسك، ابو العيله البشري الشخصيه الرئيسيه ابو العيله البشري، ضمير ابله حكمه ابله حكمه شخصيه رئيسيه. لكن في الاخر تعال نشوف كل الشخصيات اللي حواليهم، لا كل واحد منهم يتعمل عنه مسلسل مهم. والحقيقه انه في عمل استاذ اسامه انا بعتبره عمل تاسيسي اسمه عبر سبيل. عبر سبيل ده كان في بدايه الثمانينات كده، كان بطوله كان بطوله دكتور يا جماعه دكتور كان بطوله يحيى الفخراني واستاذ الكبير عبد الله بيس. وكلمت فيه دكتور يحيى، قلت له انا كنت بدور ايامها على المسلسل ده، وفي الاخر لقيته واتفرجت عليه، لانه انا بعتبره ان هو عمل تاسيسي. ليه؟ لانه انا في رايي انه العمل ده استاذ اسامه لقى فيه صوته. الكاتب على فكره بيقعد يدور على صوته كتير في الاول لحد لما بيلاقيه، وبيبتدي يبني عليه بعد كده مشروعه الادبي والفني. فالعمل ده انت لو بصيت على شخصياته، هي بعد كده اللي اتفرعت منها شخصيات كتير قوي موجوده برضو في الاعمال التاليه للاستاذ اسامه. لا احنا هنذكرك بقى، انا هرجع للسيناريوهات القديمه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد سليمان عبد الملك، الكاتب والسيناريست بالحس الادبي العميق، ربنا يخليك، والخلفيه الطبيه العميقه، ربنا يخليك يعني. ميرسي جدا، كل التوفيق راجعين يا هوا، منتظرينه في رمضان يا رب ان شاء الله، ونبقى يعني ضيوف خفاف كده، ويعني نتقابل بقى بعد رمضان وان شاء الله نحتفل. يعني نحتفل، لان احنا دلوقتي مش شايفين قدامنا زي ما حضرتك بتقولي. شكرا جدا. ميرسي يا فندم. شكرا جدا. شكرا لكم مشاهدينا، ودي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه، اشوفكم ان شاء الله على كل خير.